لو تاني هتكلم النهارده المفروض الموضوع ده الانفورميشن ماده بقيه الكورس اللي انا او المحاضره دي جزء من كورس انا بديه عندي في الجامعه. انا شغال في جامعه مصر، شغال في جامعه مصر الدوليه، بدرس صيدله اكلينيكيه في الجامعه عندنا. ودي كورسات بره الجامعه بقى، يعني لغرفه الجامعه. كورس ده الانفورميشن ده طلبه بيدرسوه عندنا في سنه خمسه، ولا حتى ثانيه برضه بدأوا ياخدوا منه شويه. في عملنا زي دورات عمل تجريبيه لصيادله من بره الجامعه، هم بيحضروا الكورس ده. اشمعنى انا بدرس ده انفورميشن؟ يعني انا راجع مصر كان ممكن ادرس حاجات كتير من ضمنها، خلينا نختار في الدرج انفورميشن. الدرج انفورميشن ده بحس ان انت عامل زي بتيجي تلعب كوره. ما ينفعش تبقى لعيب كوره شاطر من غير ما تتعلم باسي وتتعلم تشوط وحاجات زي كده. الدرج انفورميشن دي اللي هي المهاره الاساسيه اللي اي صيدلي لازم يبقى عارفها. دي الحاجه اللي ايه، اللي انت ما ينفعش تبقى صيدلي في الزمان ده من غير ما تعرف، عشان صيدلي في القرن 21 من غير ما تعرف. الانفورميشن مش معلومات قد ما هي تفكير. في كلمه دايما بحب احطها في اول محاضراتي، غايه الفلسفه والحاجات الغريبه من ديت، كلمه من الفيلسوف الغريب بيقول لك I cannot teach anyone anybody anything I can only make them think. فالغرض من المحاضره ديت برضه مش ان انت تاخد معلومات جديده، الغرض ان انت تفكر باسلوب مختلف. ان انا اعرض المحاضره دي اذا كنت ان شاء الله في محاضرات جايه تخليك تفكر باسلوب مختلف اثناء يمكن احاول انقل الخبره بتاعتي. قبل ما اخش في موضوع بلاد انفورميشن هتكلم على شويه تاريخ. وهقول ليه؟ كمين فوق الدنيا. لما بنتكلم على الدراج انفورميشن بقول انها لسه قايل دلوقتي انها اساس للممارسه لطريقه مهنه الصيدله في صورتها الحديثه. ان دلوقتي الصيدله في الصوره الحديثه محتاج دراج انفورميشن. هو انا ايه صيدله حديث؟ يعني ايه مودرن فارمسي باتس؟ الصيدله بيعمل ايه مختلف عن ما كنا بنعمل زمان؟ هو تاني سؤال يعني محرج شويه. صيدله للمجتمع، الصيدلي قيمته ايه في المجتمع؟ هو احنا صحيح بقالين وبياعين زي ما الناس بتقول علينا، ولا حاجه مختلفه، ولا لينا قيمه مختلفه؟ هو الصيدله دي مهنه ولا تجاره؟ هو صحيح اللي بيقولوا الصيدله دي مفيش حاجه عن سوبر ماركت هي شغاله فيها، ولا مهنه خمسه فرق؟ انا هجاوب على الاسئله دي واحنا ماشيين، وهعرض دي في عرض تاريخي شويه. احنا المهنه وصلت لازاي؟ الغرض من التاريخ اللي انا هقول يعني هعرضه مش مجرد تواريخ وحاجات حصلت، هي توضح ان في تطوير حصل للمهنه بتاعتنا على مدار سنين. بدا في امريكا هي الدافع الرئيسي بتاعه، لكن من مصر احنا هنحصل. وبرضه هوريكم ان انت شويه العك اللي حصل في مصر كان موجود بره امريكا. هنجيب شويه تاريخ من امريكا. من 100 سنه 1915 في واحد خواجه اسمه فليكسنر. الخواجه دوت كتب تقرير عن الصيدله زي الزفت. قال لك الصيادله دول ما ينفعش نعتبرها نهمه اصلا. ده هم شويه ايه؟ بقالين ما لهمش لازمه. بيقول لك فارمس كوميد كونسير ارتفيشال ات ويز نوت انتلكشوال ان نيتشر. يعني بيقول لك الصيادله ما بيفكروش. بيقول لك الصيادله كل همهم الفلوس، للاسف ده واقع عن صيادله كتير، وكل اللي بيعملوه ان هم بيبقوا مفيد بيصرفوه. فالراجل ده قال ان احنا ايه؟ ما عندناش حاجه الا بيبقوا الفلوس. وده واقع احنا شايفينه في مصر. احنا ممكن نزعل منه او نقول لا ده مش حقيقي، لكن هو ده واقع عن صيدله. صيدله كتير للاسف احنا وزملاء مهنتنا بيكون في الواقع احنا بقالين. ده واقع. ممكن نعيش الدور ونقول بنستنى وضعيه حاجات زي كده، لكن الواقع اللي بيخليك قلت له حقيقه تبقى من المجتمع. فقول لي الصيادله الامريكان لما من 100 سنه واحد مسكهم واهانهم وقال عليهم ان هم ما لهمش لازمه، والتقرير ده السؤال ده حبوا يعالجوا الموضوع ده. ما عندهمش هم عندهم مظهر مجلس الشورى، ولا عندهم مجلس الشعب يتظاهروا ضده، ولا عندهمش قصر العين عشان يقفوا
فبيعالجوها باسلوب تاني. فطريقه معالجه السعر ان هم اجروا حد عشان يدرس المهنه بتاعتهم ويشوف، فصعب عشان يعالجوا مهنتهم بقى ويدوروا على الخلل في المهنه فيه. فاجروا واحد خرج تاني اسمه شاكر وقالوا له ايه، بص احنا هنديك فلوس وتقعد تبص احنا المهنه بتاعتنا اخبار. وعشان ان احنا نبيع صوبه في الصيدليه، ان احنا نبيع بيبسي في الصيدليه، او ان احنا نقعد ننظم ايه المحل بتاعنا ونجيب مواقص ونطلبها وخلاص، ما بنعملش حاجه ثانيه. فهو قال عليه ان احنا كاننا ايه؟ بقالين. برضه نفس الكلام. طيب وراي الراجل ده كان ايه؟ قال ان الصيدله بيشتغل على البنش. زي فرانسيس الكاونتر بريسكرايبنج. الكاونتر بريسكرايبنج ده عامل زي هنا في مصر كده، انا من كام سنه دخلت على الجروب الكبير بتاع فيسبوك من كل كتر واحد اسئله وجاوب ساعات واتحمل حاجه وحاجه عندي وحاجات زي كده. كانت الظاهره الصادمه ان في كميه فتوى رهيبه. وساعات تخش ما تعرفش مع حد تقول له طب انت جبت المعلومه منين؟ يقول لك ما اعرفش، هي كده. انا اتعودت على كده، حد بيعملها كده. ما كانش في مصر ولا علم حقيقي. المشكله دي كانت موجوده في امريكا من 90 سنه تقريبا. بس قبل بيئته. فكان الناس بيقولوا ان احنا ايه، لا الساعات ما يبطلوا فتح، ما يوصفوش خالص. وانت للاسف هتلاقي دكاتره اطباء في مصر، زملاء اطباء، يقولوا كاتب لك على روجيتا ان الصيدلي الزميل الصيدلي بقى بقى نسخ في روجيتا من غير ما تفتح بقى، ما تقولش على اي حاجه، تقول للعيان مكتوب على روجيتا بعد ما تصرف الروجيتا ارجع للطبيب بتاعك عشان يتاكد ما صح او غلط. هو ده واقع سيء، هو ممكن يكون في سوء نيه عند الطبيب بسبب او اخر، لكن انت في واقع تاني ان في صيادله كتير في مصر مش شاطرين، وفي للاسف صيدليات كتيره في الصيدلي اصلا. الخواجه شارتر دوت لما قال السؤال اللي قدامهم حل منين؟ يا اما يبطلوا يوصفوا خالص ما يفتحوش بقهم، زي للاسف الطبيب ده ما عمل في مصر وكتب على الريت الصيدلي ما يفتحوش خالص لانه بيفتي غلط احوال كتير. البديل الثاني الصيدله يتعلم. حل الجهل اللي موجود عن الصيادله، مش ان انا اسيبهم في جهل اكتر، الحل هو العلم. ده بدا يحصل في مصر ان انتوا حاضرين دلوقتي. ان في 100 واحد ولا 104 واحد اهو حاضرين 12 بالليل في رمضان، بدل ما يكونوا نايمين ولا قاعدين مع اهلهم ولا بيصلوا ولا اي حاجه يعملوها، قاعدين بيسمعوا محاضره. ده جزء من حل للمشكله اللي في مصر. المشكله الجهل في مصر حلها ان احنا بنتعلم. بنفس الطريق الامريكان بيشيلوه من 100 سنه تقريبا او من 90 سنه. الامريكان رد الفعل او الهجوم الدفاع بتاعهم على الاتهامات المتعدده ان هم مالهمش لازمه، ان هم جهله، ان هم ما بيضيفوش حاجه، حلهم ان احنا لا نتعلم ونضيف. وده هو نفس حل المشكله اللي في مصر. عندنا في مشكله جهل في مصر، صار احنا مش واخدين وضعنا لا مهنيا ولا اجتماعيا ولا ماديا. اللي انا كنت بقوله ان احنا عندنا في مصر في ازمه. نسبة كبيرة من الصيادلة بقالي. شوية التاريخ اللي أنا قلته من شوية ده كان بيقول لك إن أمريكا اللي هي أكتر مهنة صيدلي واخد حقه فيها في العالم، عدى عليه أيام كان بيتقال عليه بقال وسباك وملوش لازمة. العملية وصلت إن في العشرينات إن الأمريكان فارمس أسوسيشن اللي هو معاهد نقابة الصيادلة عندنا هنا في مصر عملت زي كود اوف ايثكس، زي ميثاق شرف. الميثاق الشرف ده بيقول لك ايه؟ ان الصيدلي ايه مش هيقول اي حاجه، مش هيوصف خالص، مجرد ان هو بس هيصرف الفلوس زي ما هو، مفيش وصف مفيش تعليق على الروجيت. الموضوع ده ما استمرش فتره طويله، يمكن سنه او سنتين، والصيادله بداوا يصلحوا نفسهم. طب الامريكان بداوا يصلحوا نفسهم ازاي؟ التصليح جه من ناحيتين. جه من ناحيه زي ما انتوا بتعملوا كده، وزي ما في ناس كتيره جدا قابلتها في مصر وتعلمت منها وشفتها بدات تنمي نفسها. احنا في مصر في مستشفيات شغاله كلينيكال، او الصيدلي له دور مختلف. يمكن انا اشرح كلمه كلينيكال دي، يعني قدام انا بحس انها كلمه غامضه سحريه كده كانها الجنه عند بعض الناس. فبدا صيادله في امريكا في حته كده اسمها ايوه دي بعيد عنكم كده، حته ايه غير دوره كبير، وفي مدينه صغيره في النص، ما في مش يعني مدينه وولايه صغيره، ورغم ذلك الناس اللي في البلد ديت صيدله اللي في المستشفى دي بداوا يطوروا نفسهم. لا احنا مش بقالين بعد سنه ما التطوير ما طلع، لا احنا نقدر نفيد. فبداوا ينزلوا يقابلوا، ينزلوا مع العيانين وهم بيلفوا على الدكاتره ويشوفوا يتعلموا ويدوا نصايح ممكن تكون مفيده. بداوا يعملوا سيمينار يدوا توعيه للتمريض وللعيانين، وده حصل في مصر وبيحصل في مصر بالفعل، وده جزء من الحل. جزء من الحل ان انا ابدا اطور نفسي في مكاني، ان انا شغال في مستشفى في مكاني.
على مستوى البلد بدأ في أمريكا كلها تغيير في نظام التعليم، وده اللي إحنا بنحاول نقوله في مصر محتاج يتعامل، واللي شوية بدأ يحصل، وجزء منها ضغط من الناس، من الطلبة ومن الأصيادلة وأساتذة، إن أنت عاوزين نظام تعليم مختلف. أمريكا عملوا حاجة اسمها الـ ECD، الأمريكان كونسل فور ميوزك إديوكيشن، ده نظام وحد التعليم كله في مصر. إحنا في مصر بنزل جامعات مختلفة وبلاقي ناس بنفس المادة، بلاقي ناس جامعة بتدرس منهج كبير جدا وجامعة تانية بتدرس خالص الموضوع ده. دي عندنا بلاحظها عندنا في الجامعة، احنا الطلبة لو في حد هنا من الميه يقول لك احنا بنعمل فيهم ايه، جامعات تانية بتدرس حاجات اقل كتير في اجزاء من ناحية علاج الامراض وحاجات زي كده. دي محتاجة تتوحد على مستوى مصر، بس دي مش مشكلتك وانا مش هخش كتير فيها، بس انت محتاجين ان احنا كصيادلة نضغط على دكاترة الجامعة ولا الجامعات احنا نتائج تتعدل بحيث تعدني للواقع اللي هقابله، والواقع اللي هقابله ان انا هبقى راعي عيان، هصرف في زيت العيان لازم اصرفها صح واتاكد انها مناسبه للعيان، او شغال في المستشفى وراقب عيان اتاكد ان دواء انسب ما يكون. دور الصيدلي في امريكا بدا يتغير، الصيدله بدا ينزلوا في راوند المستشفيات، دي موجوده في مصر بس اللي ما تعرفش الواقع، لا في مستشفيات كتير في مصر فيها صيادله بينزلوا راوند مع الاطباء، بينزلوا راوند باستمرار، والمكان اللي هو شغال فيه في مصر المستشفى الاطباء بيستنوه وبيتصلوا بيه، يلا دكتور انزل معانا عشان هنبدا الراوند. هم ايه اللي خلى الصيدلي ده يتعامل بالاحترام ده والاطباء مستنيين ينزل معاهم راوند؟ عشان هم حاسين رايه مفيد، بينما صيدلي تاني ممكن اصلا هتتصل بالدكتور هيقفل السكه في وشك. الفرق هو العلم، الفرق هي المعلومه، وهو الغرض من الخلفيه دي توضح لك ايه اهميه المعلومه، اللي احنا محتاجين المعلومه مهمه. دور الصيدلي في امريكا وفي الغرب كله بدا يتوسع بحاجات تانيه، بدا يبقى في حاجه اسمها بويزن كنترول سنتر، مراكز السموم. ان انت الواحد حد شرب دواء غلط او مش عارف ايه او ماده سامه، بقى في مراكز انت بتتصل بالرقم ده وتلاقي صيدلي بيرد عليك ويقول لك اتصرف ازاي، يقول لك لا ده موضوع بسيط اقعد في البيت واشرب ميه وخلاص، او لا الحق انزل على المستشفى دلوقتي. الحاجات دي برضو من بدايتها كان الصيدله بيعملوا معلومه الحياه او الموت بتاعت السموم. برضو عشان ابقى صيدلي واعرف ده محتاج اتعلم اعراض سموم وادويه، محتاج عندي معلومه، محتاج اعرف ادور. في الستينات بدا كلمه كلينيكال فارمسي دي تتكون، الكلمه السحريه اللي عامله وهم ناس في مصر، كلينيكال فارمسي. وبدا بعدها بسنه برضه في 1962 بدا يتكون حاجه اسمها دراج انفورميشن سنتر، مركز معلومات دوائيه. مصر دلوقتي يمكن فيها 40 50 مركز معلومات دوائيه، المراكز دي مش كلها شغاله بنفس الكفاءه، وهتكلم يعني ايه مركز معلومات دوائيه. المقطع ده انا ناقله من كلام طبيب كتب سنه 63، انا هترجمه على السريع من غير ما تقرا نص صفحه الدش. ومن الاخر الدكتور ادمن بلجرينو دوت سنه 63 كتب بيقول للصيادله سيبكم من موضوع الصرف وايه، وان انا كل همي ان انا ارص الدواء على الرف وان انا اطلب الطلبيه وحاجات زي كده، لا ده انتوا ايه كده خساره. احنا في معلومات كتيره جدا عن الدواء احنا كاطباء ممكن نديها كلها. احنا عاوزين الصيادله يبقوا انفولفد معانا في المستشفى، يبقوا في لجنه الدواء واحنا بنشتري دواء ونعمل مناقصه، لا يساعدونا في اختيار الدواء الانسب والاصح. يقيموا استعمال الادويه في المستشفى سواء غلط صح ولا غلط. يساعدوا ان لو انا عندي في اعراض جانبيه بتظهر للدواء ان انا دي تتقيم وتتقاس، ان هم يساعدونا في عمل مراكز السموم، ان انا يساعدونا في كلينيكال ريسيرش. اللي بيقول الكلام ده مش صيدلي بيتحايل على طبيب عشان يخليه يشتغل كلينيكال، لا ده هو العكس، هو طبيب. والواقع اللي انا شفته في مصر ان الاطباء اللي انت بتشتغل معاهم بيكونوا اقل الناس ممانعه لدور الصيدلي الكلينيكي، او دور الصيدلي اللي بيهتم برعايه العيان. الممانعه عاده بتيجي لو الصيدلي مش فاهم، لكن لو الصيدلي فاهم شغله زي ما كان شعار الحمله القديمه هتلاقي ان لا الطبيب بالعكس مرحب جدا. ومستشفيات في مصر كان فيها صيدله كلينيكيه وكان فيها بعض تعنت من الاداره، هم الاداره بالنسبه لهم مرتب واحد زياده او اثنين زياده او 10 زياده، وطب ما احنا كنا عايشين من غيره، ويبقى هيجي حد تغيير في الاداره يحاولوا يقللوا الستاف بتاعت الصيدله الكلينيكيه في مصر. عادة اللي بيحارب وبيدافع عن الصيدلة الاكلينيكي هم الاطباء. في احد المستشفيات المصريه، اقعد اسيح اسامي المستشفيات، لكن احد المعاهد الطبيه المصريه العريقه مشاكل زي كده حصلت، والصيدلانيه زمايلها الصيادله قلت الصيدليه ما هو انت مرتبك طالع من الميزانيه وانت ما بتساعدناش في الصرف مش عارف ايه الكلام ده، قام رئيس الرعايه قام طلع مرتبها من ميزانيه الرعايه المركزه. ليه؟ لانه حس الصيدلانيه ديت بتفرق معاهم، والطبيب حس ان الصيدلي عمل فرق.
بس عشان الصيدلانيه دي تبقى تاخد الواضح ان الطبيب يحارب عشان تفضل في مكانها، ويبقى يصر ان انا لا محتاج خدمه صيدليه كلينيكيه معايا، وتوصل ان هو اللي يطلع مرتب الصيدلانيه من ميزانيه القسم بتاعه مش ميزانيه الصيدليه، دي عشان طلع ما حصلتش بالفهلوه، ما حصلتش بصيدلي بيفتي من دماغه، لا ده حصلت عشان الصيدلانيه دي مذاكره كويس قوي وعندها معلومه وبتقدر تفيد الطبيب بمعلومه يفهمها وتفيده، معلومه مؤصله بمصادر سليمه. وهو دي الغرض كله من موضوع كلينيكال فارماسي، ان كل طبيب انت شغال معاه سواء صيدلي في الشارع، طبيب جنبك وانت بتبعت عليه حاجه في روجيتا وبتنبهه عليها، او انت شغال في المستشفى معاك، ان الطبيب يقدر ان انت كلامك ده له قيمه. ان انت كلامك ده هيفيده ويفيد العيان، ان انت قيمه مضاعفه للعمليه الطبيه مش مجرد عبء وواحد بيستظرف وهو مش فاهم حاجه. سنة 66 عمل، وشوف الكلام ده بيتكلم من 50 سنة، أحد مستشفيات في جامعة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، ودي من يعني يمكن من أقرب كليات الطب، وكلية الصيدلة فيها هي رقم واحد على العالم. عملوا تجربة ظريفة، الكلام ده لسه كان بدايات تفضيل الكلينيكية في أمريكا، وحطوا صيدلي، جابوا الصيدلي ده حطوه في الدور التاسع، سموها الناينث فلور بروجكت، حطوا صيدلي كده في الدور التاسع. وقالوا الصيدلي يصير خليك هناك ايه اللي هم المريض محتاجه او التمريض او الاطباء محتاجين يعملوه. فالصيدلي كان شغلته الاساسيه ان هو يوزع دواء، يجيب الدواء من تحت ويوزعه على العيانين او التمريض عشان يديه العيانين، وان هو لو في حاجه وصلت خلاص. مجرد وجود الصيدلي هناك بدا الصيدلي دوت، انه كان صيدلي شاطر وفاهم، الناس اللي اختاروهم الاول اختاروا ناس كويسه، بدا ان هو قاعد هو عنده وقت فيفضل يراجع شرطات العيانين ويبص الدواء ده كده مناسب ولا مش مناسب، ده في تفاعل، ده في عرض جانبي، ده في حاجه. فبدا دور الصيدلي هناك يتعمق، وبقى اساس، وده من الحاجات اللي رسخت قوي، ان انت مستشفيات كتير في امريكا بقى ان انا لازم صيدلي موجود باستمرار، ان يبقى في صيدلي كلينيكي، ده حاجه بقت اساسيه، ده بقى جزء من الجوده بتاعت المستشفى، مفيش مستشفى في امريكا من غير الصيدلي ويقوم بمهام اللي بين مهام الصيدلي الكلينيكيه. كلمة صيدلية كلينيكية يعني ايه؟ هي ليها تعريف اتغير شوية، بس كان من أوائل الكلمات التعريفات اللي اتعملت ليها، كان تعريف بيقول concept or philosophy emphasizing safe and appropriate use of drugs in patients. ده كان أول تعريف للصيدلية الكلينيكية. ده معناها إيه؟ ده معناها إنها فلسفة، أنا بمارس المهنة بفلسفة إن أنا يهمني إن الدواء يبقى آمن ومناسب. safe and appropriate. آمن ومناسب، ده أساسي في المهنة. وده كان أول تعريف ليها. برضه في نفس السنة أو في نفس 67 68 بدأت حاجات كتيرة تتاخد مفهوم الكلينيكال فارماكوكاينتكس وبرنتال نيوتريشن. انا الناس ساعات بتسالني انت هنا في امريكا بتشتغل ايه؟ يعني انا شغال في مستشفى، طب انا بعمل ايه؟ كلينيكال فارماكوكاينتكس وبرنتال نيوتريشن ده جزء اساسي من شغل اي صيدلي او شغل مهنه الصيدله في المستشفيات في امريكا. يعني ايه كلينيكال فارماكوكاينتكس؟ يعني ان انت العيان بياخد بعض الادويه اللي ليها ناو ثيرابيوتيك اندكس، ولو في طلبه لسه صغيرين معانا كلمه ناو ثيرابيوتيك اندكس دي معناها ان الدواء الفرق بين الجرعه المفيده والسامه قليل، يعني انا لو اديت شويه كده يبقى مفيد، زودت حبتين هيبقى الدواء ده سام. طيب الادويه اللي على حرف ديت اللي يعني فاضل لها تكه وتموت العيان او تاذيه او تجيب له فشل كلوي، الادويه ديت محتاجه رعايه خاصه، محتاجه تعامل بدقه، محتاجه ان كل عيان له جرعه مخصوصه. مين اللي يعمل الشغلانه ديت؟ الصيدلي. انت دي من ضمن الصدمات اللي الواحد شافها في مصر، دخل احد المستشفيات وشاف، واغلب مستشفيات مصر ما زالت للاسف ان الامينوجلايكوسايد الجنتامايسين والدوبرامايسين والاميكيسين بيتاخدوا هاب هازارد كده من غير ما بيكون في صيدلي بيراقب الجرعه ويتاكد ان الجرعه سليمه او يظبطها بناء على وزن العيان وظائف كليته. برضه البرنتر نيوتريشن ربع وقتي تقريبا في هنا بيكون بعمل تغذيه بالوريد، بريتريشن يعني تغذيه، يعني انت عيان مش قادر ياكل لسبب او لاخر، فانت كتير في مصر الاصل ان هم يموتوه من الجوع، ان انت ايه؟ سيب العيان ما ياكلش، هتحط له جلوكوز وخلاص، احنا عاده في الواقع بتاعنا ما بناكلش جلوكوز وخلاص في الاكل. فلو انت عيان ومحتاج غذاء، الغذاء ده موضوع معقد، الموضوع تبرد اللي بيقوم بيه صيدلي، مش مجرد ان انت جلوكوز وخلاص، ده للاسف بيحصل في مستشفيات كتيره في مصر. كل المهام دي الصيدلي بيعملها، انا مش عاوز اطول كتير في المهام، بس انت المهنه بتاعت الصيدله خدت وضع مختلف، ان انت بقت مهامك بتتطور بتطوير. وصل ان سنه 85 في امريكا بعد ما عدى على الصيدله وقت ان الاطباء والمجتمع مش عاوزهم يفتوا عشان هم بيعكوا، ان بقى تلت كليات الطب في امريكا فيها صيدلي. الصيدلي متعين كعضو هيئه التدريس، يعني انت كليات الطب في امريكا وحاليا يمكن النسبه زادت
ان انت كليات طب كتير جدا في امريكا بتعين فاكولتي ممبر يعني استاذ في الجامعه صيدلي، ليه؟ عشان يشرح على الاطباء عن الدواء، وعشان يبقى الصيادله دول موجودين في المستشفى اساسي، انت لازم اساسي ان انت تكون موجود وجود صيدلي في الراوند بتاعت الاطباء. بقى في حكايه بحب احكيها، انا واخد فارم دي من امريكا من جامعه فلوريدا، في احد الراوندز بتاعتي هناك فترات التدريب بتاعتي نازل الراوند، فكان في فتره اجازات، فكان الميديكال تيم، الميديكال تيم ده فيه الدكتور الكبير وبعدين دكتور اصغر شويه وبعدين لسه مالي الجديد وبعدين في شويه طلبه، وبيبقى معاهم صيدلي او طالب بيدرس. فانا كنت داخل باعتباري الصيدلي اللي في الموضوع، ودخلت اول يوم. احنا كان الراوند ديت عشان تتحسب لي مش مجرد ان احضر وامشي، لا لازم اطلع شغل، لازم اطلع اسهامات انا عملتها في رعايه العيان. فانا ما كانش في قبلي بقالي اسبوع في الصيدلي، فجيت في اول يوم فلقيت كميه مشاكل في الدواء، جرعات غلط، سميه من دواء، الدواء ملوش لازمه، حاجات زي كده بالهبل. فانا بقى فرحان بقى لقيت شغل كتير، ففي الراوند قلت مطلع الكلام ده كله وقلت لهم الطبيب يعني انا لقيت كذا 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 كذا. الطبيب اتنرفز وشاط في بقيه التيم وقال لهم يعني احنا نقعد اسبوع من غير صيدلي تموتوا العيان. طبعا يعني بقيت الاستاف كانوا طبعا عاوزين يغتالوني، حتى عزموني على الغداء قبل ما امشي، زوغت منهم قلت لكنهم هيسمموني ولا حاجه. بس حسيت بقيمه مهنتي قوي، حسيت ازاي ان انا بعمل فرق، حسيت ان انا كصيدلي فاهم شغلي وعندي معلومه سليمه وعارف كويس بقدر اساعد العيان وافيده، وكنت مبسوط ان الطبيب الاطباء مقدرين الدور ده، وان الراجل حس قد ايه وجود صيدلي بيعمل فرق. الموضوع ده مش سحر ومش قاصر على امريكا بس، لا نفس الوضع موجود، هتلاقي ناس كتيره من شغالين كلينيكال في مصر بيتحطوا في مواقف زي كده، او بتتحط في مواقف بايخه ناس ما بتقدرهاش، بتتحط في مواقف كتيره بتحس قد ايه انت قيمتك بتتقدر، بس لما تكون انت فاهم وبتدي معلومه صح. التعريف كلينيكال فارماسي تاني، كلينيكال فارماسي is that area of pharmacy practice whose responsibility is to assure the safe, appropriate and economic use of drug. ان التعريف اللي اتحط 86 ده يقول لك هي دي الصيدله او فارم الصيدله اللي بيركز ان انا اتاكد ان الدواء امن ومناسب واقتصادي للعيان. انا مش شايف حاجه من دول محتاجه مستشفى. حتى انا واقف في صيدليه في الشارع وبصرف روجيتا، ان انا ابقى عندي الحد الادنى من المعلومات ان انا ميز التفاعل اللي بين الادويه اللي ممكن يخلي دوايين يضادوا مفعول بعض او يضر العيان، ده اساس مش محتاج اكون شغال في مستشفى. وانا كده وانا بعمله انا بمارس كلينيكال فارمس، بمارس صيدله اقليميه، ان انا بعتني بالعيان بتاعي حتى انا واقف في صيدليه في الشارع، مش لازم اكون في مستشفى. الفكره ان دور الصيدلي مش مجرد انه يصرف دواء، دوره يتاكد ان الدواء اللي العيان هياخده ده يكون امن ومناسب واقتصادي. عندنا في امريكا وبيحصل في كندا ان انت كل سنه بيتعمل زي كده يبص مناسبه التليفونات ويسالوهم مين الموست تراستد بروفيشن، مين اكثر مهنه بتثق فيها، مين اكثر مهنه بتثق فيها. الصيادله دايما بيطلعوا الاول يا الثاني، وقبل الاطباء وقبل المدرسين وقبل ناس كتير قوي. طب يعني هو ليه الناس في امريكا وفي كندا بيقولوا ان هم بيثقوا في الصيدلي قوي كده، ان هم يعني اكثر مهنه بتثق فيها الصيدلي؟ ان هو الناس متعوده ان الصيدلي ده متاح ليهم 24 ساعه في اليوم ببلاش، هيديك معلومه سليمه، مش هيفتي معاك بالفاضي، لو انت محتاج تروح دكتور هيقول لك، ودايما حريص ان يديك اوفر. ودي حاجه انا انبسطت بيها لما انا كنت يعني الفتره اللي اشتغلت فيها في الريتيل في امريكا في صيدليه عامه تشين كده، حاجه زي العزب يعلي وعلي، حاجه اسمها رايد ايه، ان احنا الجو العام ان احنا بنوفر للعيان، ان احنا بنحاول نديله الارخص مش الاغلى، والعيان بيثق ده وبيقدره. انت نادرا في مصر في امريكا هنا اما عيان ياخد الدواء الاصلي، انت عند ديكبيتور غالبا مش هياخد ديكبيتور بتاع فايزر، غالبا هياخد اتوربستاتين بتاع اي شركه ثانيه. العيان بيبقى واثق قوي في الصيدلي ان هو انت هتجيب لي رخيص، هتجيب لي حاجه رخيصه وكويسه في نفس الوقت، وده دور اساسي لينا في المهنه. نفس الدور في المستشفيات، ان احنا الدواء ده العيان ما يتصرفوش دواء هو مش محتاجه. بالظبط يا دكتور محمد ياسين بيعلي الدور زي مصر بالظبط. لا يعني في ناس في مصر برضه متناسل، انا والدي صيدلي ومتربي في صيدليه زي ما بيقول، وبرضه اتربيت شايف والدي بيوصف للناس مش الغالي، بيوصف للناس على قده، ما بيحاولش ان هو يمشي حاجه غاليه وخلاص. فده لا في ناس كتيره في مصر برضه بتراعي ضميرها وبتحاول انها ما تستغلش العيان. اه للاسف بقى في ناس كتيره شويه
قلبوا بقالين ما بنقول، بس احنا بنحاول نغير الوضع ده، ونتمنى ان الناس كلها تحط في دماغها انها مهني، وانها في النهايه انت مستفيد يعني، حتى تجاريا انت لما العيان يحس ان انت حريص عليه وعاوز توفر له، هو هيدرك ده، العيان مش مغفل يعني، وهيدرك الصيدلي الفاهم اللي بيديله معلومه كويسه وبيديله معلومه صح وحريص عليه عن واحد بيعامله باعتباره زبون يعني، حتى كلمه زبون بتضايقني، هو مريض في الغالب اللي جاي لك في الصيدليه. المفهوم طبيعه المهنه بدات تتغير شويه برضو، وبدا يخش مفهوم اعمق يركز على مفهوم الرعايه، يعني احنا بنتكلم على كلينيكال فارماسي، وبدا فيه مفهوم بعده اسمه الفارماسيوتيكال كير او الرعايه الصيدليه، وهي الغرض منها برضو دماغ الصيدلي، ان الصيدلي انا مش بياع يا جماعه، انا مش واقف ببيع، انا شغلتي اني برع العيان. تعريف الفارماسيوتيكال كير يقول لك ذا تنس اوف فارمس ديسبنسنج كلينيكال اكتيفيتي، هو دي محصله صرف، ان انا مجرد حتى بقرا بصرف العبوه لازم برع العيان. من الحاجات اللي بتضايقني في مصر، تيجي تصرف روجيتا في الصيدليه ونزلت مع ناس مرايه يصرفوا لهم روجيتا، يعني انت اضعف الايمان يا اخي ان انت عرف اللي قدامك، المريض اللي قدامك الدواء هيستعمل ازاي. للاسف في صيدله كتير هم يحط لك الحاجه في الكيس حتى ما يهونش عليه يكتب عليها الدواء، ده انت ده حق قانوني يعني تصرف في العالم، ان انت لازم توصف، لازم تشرح للعيان ازاي يستعمل الدواء. في موقف دي حصل مع زميل ليا في امريكا، الحكايه قديمه يعني بقى لها سنين، بس هي كانت حكايه ظريفه. انا اشتغلت في صيدليه والشخص ده ايه كان شغال بيغطي شيفت معايا، فلقيته جاي ولقيته ايه يعني ايه بيغلي يعني، لونه حمرا ومتنرفز وحاجات زي كده، فبيحكي ايه الحكايه يا عمنا، فبيقول ان هو كان شغال في صيدليه ثانيه وجه واحد سرق منه روجيتا، فالراجل سرق الروجيتا وخدها ومشي. فالراجل المريض اللي بيصرف الروجيتا خرج من باب الصيدليه ورجع تاني، وقام عرف نفسه للصيدلي وقال له انا فلان الفلاني، انا من اداره الصيدله، وانا صرفت منك روجيتا، كان المفروض تعمل لي كونسلنج، تعمل لي استشاره وتعرفني ازاي بتستعمل ازاي، وانت ما عملتش، وانا هعمل لك محضر وانت بتحول للتحقيق. فالمهم اللي كمان اسبوع ولا حاجه لقى الراجل جاي له جواب ان هو عليه غرامه مبلغ وقدره مش عارف 1000 دولار ولا كام الرقم انا نسيت. بس الفكره ان انت ده حق للمريض ان انت ما تصرفش روجيتا من غير الصيدلي ما يقول لك بتستعمل ازاي. وده جزء من فلسفه المهنه، احنا مش بقالين ولا بياعين، احنا بنعمل رعايه للعيان. احنا وده مش محتاج لا الحكومه تتغير ولا النقابه تتغير ولا محتاج حاجه، محتاج ان انا كصيدلي افكر ان انا مهمتي مش ان انا ابيع، مهمتي ان انا ارعى العيان اللي قدامي، ان انا اديله الدواء اللي هو محتاجه، والدواء ده لازم يشرح له ازاي يستعمله بالظبط، واتاكد كويس قوي ان العيان فاهم. وهي دي الصيدله الحديثه، الصيدله ان هي دي مهنه بتعمل رعايه للعيان، دي حاجه راقيه، احنا ناس مهنيين ومهنه راقيه بنرعى صحه الناس. وده مهم جدا يبقى في فكرنا وانا بتعامل مع العيان، سواء في المستشفى، سواء في الشارع، سواء في اي حته، صراحه حتى مع اهلي. جت من فتره ان في امريكا جه حاجه اسمها الامريكان كوليدج فيزيشنز، دي كان يعني زي اتحاد للاطباء، منظمه منظمات الطبيه، ومنظمه ثانيه اسمها الامريكان سوسايتي فور انترنال ميديسن، منظمات للاطباء، وقالوا هنعمل تقرير عن دور الصيدلي. فجم الصيادله اتخضوا لان اللجنه ديت اللي الاطباء هيعملوها على دور الصيدلي، مش قالوا ما دخلش في اللجنه فيها ولا واحد صيدلي، هو اللجنه دي كلها كل اللي فيها اطباء. فالصيادله قالوا خلاص بقى يبقى انت كده ممكن يبقى فيه مشاكل. فاللجنه دي كانت توصياتها دي، قالت لك اللجنه دي بتوصي ايه؟ قالت لك لا احنا عاوزين يفضل في تعاون بين الصيدلي والاطباء، مش بس تعاون كده، لا عاوزين يبقى في بروتوكول تعاون، يعني انت لو دكتور وجنبك صيادله لا اكتبوا كده بروتوكول تعاون، بحيث الصيدلي ممكن يعدل جرعات بعض الحاجات من غير ما يتصل بالدكتور. وقالوا ان احنا عاوزين الصيادله هم اللي يتعاملوا، يعني انت ان الصيادله خدمه التطعيم الا عن طريق الصيادله دي تبقى خدمه اساسيه. فمن ضمن الحاجات اللي في مجتمعنا للاسف غريبه، ان انت المريض المصري مستعد انه يبلبع مليون دواء، مليون مضاد حيوي، لكن ما ياخدش حقن التطعيم. في حين ان احنا يعني يمكن اكثر اختراع في تاريخ البشريه حقن ارواح هو الفاكسينات اللي اخترعها لويس باستير من 150 سنه ولا 100 سنه. فانت دور الصيدلي انه يطعم ده دور اساسي جدا، ان انت لما انا كصيدلي اواعي الناس في موسم الانفلونزا، بالذات الناس الكبار في السن اللي معرضين لو جالهم دور الانفلونزا يقلب الكبري ويموتهم، ان الناس دي تطعم، الناس الكبار في السن ياخدوا 40 مليون كوكل عشان ما يجيلهمش الكبري برضه. ان انا اوعي بالتطعيم بالحاجات دي، ده مهم اساسي للصيادله. احنا لسه في كاليفورنيا الولايه اللي انا موجود فيها،
اخر السنه اللي فاتت القانون اتغير وخلى بيعمق سلطات الصيدلي وصلاحياته انه يدي تطعيمات، لان لقوا ان احنا الصيدلي ده يمكن اكتر واحد مهيئ انه يدي تطعيمات الدوريه اللي العيان محتاجها. طب الطبيب، ما هو الطبيب، طب يعني الناس تفكر تقول لك طب اطباء يعني ما قالوش، انت كده الصيدلي بياخد منه شغل. هنا في مصر اغلب الاحوال المريض لما بيحب الطعم بيرجع للدكتور في عيادته، انا كده خدنا من شغل. احنا الطبيب ما بصلهاش ان اخدت منك شغل، اولا البصه العامه ان العيان هيستفيد، وبالنسبه للطبيب ما خدش من شغل، بالعكس انا لما كنت بطعم انا يعني كنت منايز الفارمس كان معايا الشهاده الرخصه اللي بتديني حق ان انا اطعم، وكان لما اي حد عندي في صيدليه هطعمه ما كنتش بطعمه وخلاص، ما كنتش تعالى يا ابني خد حقنه، تعالى خش لي وريني كتفك كده اديله الابره في كتفك، ده كان قبل ما بيتطعم بنديله ورقه فيها اسئله كتيره عشان نعرف العيان ده عنده مشاكل او ما عندوش، هل ينفع يطعم او ما ينفعش. وبعد الورقه دي ما بتتعمل ببص فيها وراجعها ده إيه؟ مفيش مشكله انت انا محتاج تطعم او لا ده انت ما ينفعش تطعم دلوقتي، انت عندك الحاجه الفلانيه لازم نستنى شويه، او لا انا ما ينفعش اطعم الطفل ده في الظروف دي، لا لازم يروح للطبيب يتكشف عليه الاول. فانت لقوا ان انا اثناء الصيدله ما بيعمل عمليه الفحص المبدئي قبل ما يطعم هو بيكشف مشاكل، بيبدا المشاكل ديت يا اما حاجه يعالجها يا اما حاجات يبعتها للطبيب. في النهايه الطبيب الحاجات الصغيره اللي المريض ده اصلا كده كده، هو انت جالك الصيدليه موسم البرد انت نصحته فاقنعته ان يعني هو القانون المصري ما بيسمحش بحاجه دلوقتي كده، بس كل حاجه في الواقع المصريين بيدوا كل حاجه يعني، حتى لو القانون ما بيسمحش بس الواقع ان احنا في مصر بيعملوا كل حاجه، واذا كان ما بيسمحش نتمنى ان هو يتغير. فدي من الحاجات اللي بدات تدعم بصوره كبيره في امريكا ان دور الصيدلي في التطعيم ده بقى اساسي. التعريف الحالي بقى اللي احنا ماشيين عليه في كلينيكال فارمس بيقول لك كلينيكال فارمس انكوبريت ذا بيشن اورينتد باك فارماسيوتيكال كير از ويل از بوليسي مانجمنت ريسيرش واديوكيشن. دور الكلينيكال فارمس بالذات في المستشفيات خد جزء كبر عن كده. فدي حته كلينيكال كير. انا في كام سؤال كده احاول ابقى ارجع لهم تاني في الاخر يعني اخد بيهم نقطه وارجع لهم. لكن المفهوم الشراء الكلينيكيه ده جزء منها فارماسيوتيكال كير، ان هو عباره على عيان وبوجه له رعايه مباشره ليه، زائد جزء ثاني دراج بوليسي مانجمنت ان انا ادير عمليه الدواء، ودي بيبقى جزء من شغل المستشفيات، ده خاص في المستشفيات اكتر ان انا اني دواء يخش المستشفى او ادي اللي هيستعمل عندنا وازاي احط قواعد يبقى استعمال امن وكده. احنا ما نعرفش ده الكورس دوت اونلاين ده هيكمل لقد ايه، بس يعني في الكورس المجاني اللي كنت بديه في الجامعه كان بيبقى اخر ايام بيبقى فيها جزء على سياسات الدواء وحاجات شويه فنيه يمكن ما اتعرفلهاش اونلاين. لكن دور الكلينيكال فارماسي في جزء الكور بتاعه القلب بتاعه الاساسي بيبقى حته الرعايه بالمريض، وجزء ثاني سياسات الدواء والابحاث وازاي ان انا اتاكد بيستعمل صح. اوكي السلايد شكلها مش عارف شكلها غريب ليه، بس هي السلايد دي كان فيها نقطتين. اول نقطه انا قلت لكم في امريكا بداوا من الستينات يعملوا مراكز دواء، مراكز معلومات دوائيه. سنه 62 تحديدا بدات مراكز المعلومات الدوائيه في ولايه كنتاكي. وهنا في مصر احنا بدات يعني النقابه عليها مشروع طموح ان احنا نعمل 60 او 70 مركز معلومات دواء. والمشروع ده انا شايف ان هو بدايه كويسه. بس اللي حصل في امريكا ان هو بقى عمل مراكز معلومات دوائيه، وهتكلم يعني مراكز معلومات دوائيه، بتلاقي باختصار صيدلي في مكتب متخصص ان هو يرد ويجمع معلومات عن الادويه. اللي حصل ان في امريكا كانت فتره في ظهرت مراكز المعلومات الدوائيه دي، يمكن وصلت ل 130 مركز على مستوى امريكا. وبعد كده مراكز المعلومات الدوائيه دي بدات تقل. بدات تنقرض. انا المستشفى اللي انا فيها ده جزء من هيلث سيستم، جزء من مجموعه طبيه يمكن الاجمالي داخل على 1000 سير وثلاث مستشفيات وشغال فيها 7000 موظف غير 1500 طبيب، يعني سيستم كبير وما عندناش مركز معلومات دوائيه. معلش مركز معلومات دوائيه ليه؟ لان كل صيدلي يبقى مركز معلومات دوائيه. هو الغرض من المحاضره ديت الفكره اللي اديها لك ان انت المفروض تتحول لمركز معلومات دوائيه متحرك، انت بقيت كمبيوتر متحرك. احنا بتبص في امريكا للصيدلي ان هو ده كده حاجه كده كمبيوتر ماشي على رجلين بيعرف الارقام وحاجات زي كده. حصل لي موقف برضه في احد الراوندز، يعني مريض كان عنده هايبوناترينيا انخفاض في مستوى الصوديوم في الدم، كان وقف في الرعايه المركزه،
فانا دخلت في الحاله وقلت المعالجه المفروض ندخل ندي محلول ملح، محلول ملح مركز. فالطبيب قال طب هتدي محلول ملح مركز ازاي؟ فبيسال النواب. فانا سالتهم هو المريض وزنه كام؟ عنده كام سنه راجل ولا ست؟ حسبت الحسبه في دماغي، هنديله محتاج نديله 30 مللي من 3% سوديوم كلورايد لمده 6 ساعات. ف بقيت الاطباء بصوا كده، قال انت حملت الحسبه في دماغك ازاي؟ عادي يعني كل صدمه بعرف اعمل الحكايه دي اقل حاجه عندنا. برضه لما كانوا يسالوا على معلومات وتلاقيني جاهز بالسايد افكت وفي تظبيط الجرعه في الوضع وظائف الكلى لما تكون منخفضه او كده، الصيدلي اللي متدرب صح واللي بينمي نفسه صح بتكون هو مركز معلومات متحرك. طبعا انت استحاله هتقدر تعرف كل حاجه، استحاله ان انت تحط في دماغك كل حاجه الا اذا عملت زي في الافلام الخيال العلمي كده وصلت كمبيوتر بدماغك. زي كان في قصه قديمه لنبيل فاروق كده عن واحد وصل كمبيوتر بدماغه وعملها شكل كمبيوتر كده كبرت. لكن ده الواقع مش هيحصل. فانت اللي بيحصل ان المهاره الحقيقيه مش شرط ان انا اكون عارف كل المعلومات، لان محدش عارف كل المعلومات. المهاره الحقيقيه ان انا اعرف اجيب المعلومه بسرعه، ان انا ابقى ايه يعني فرينه. من ضمن المواقف الطريفه انا بدرس كورس برضه معلومات دوائيه لطلبه سنه 5 عندي في الام اي يو. فيعني ساعات اللي هي انا بخلص المحاضره بتاعتي وانا المعمل شغال، فانا الدكتوره المعيده الزميله المعيده بتدي للشباب الجزء بتشرح جزء هنعمل ايه في الشغل العملي. انا قاعد ورا مع شويه طلبه بشاغب برضه بتكلم معاهم ما ببطلوش كلام كده كده. اسالهم انت رايك، بسال واحد منهم ايه رايك في الكورس؟ قال ده تمام، انا بقالي 5 سنين في الكليه وانا اهلي يسالوني وانا حمار مش عارف ارد، يسالوني وانا حمار مش عارف ارد. دلوقتي بقى يسالوني بقوم داخل الحمام واجيب الاجابه. فقلت له الحمام وتجيب الاجابه ازاي؟ قال لا ما انت علمتنا ان احنا ازاي نجيب المعلومه على الموبايل، ان انت تحط ابلكيشن وبروجرام على الموبايل. فهم يسالوني في سؤال اقوم داخل الحمام فاتح الموبايل جايب لي اجابه وطالع مديهم الايه؟ السؤال المهم مع سالهم مع وزير. انا جبتها ازاي؟ لكن ايه انا استعملت المعلومه. ودي وده بقى واقع انا الموبايل بتاعي انا عايش فيه مليان تطبيقات بستعملها، في حاجات بفلوس وفي حاجات بلاش، والموبايل بقى مصدر رهيب للمعلومه. نفس الوضع للنت، احنا دلوقتي ما عادش لينا عذر كصيادله ان احنا نفتي. ليه افتي؟ هو مصدر المعلومه ايه الموجود؟ ايه السليمه؟ ايه اللي ببلاش كتير؟ افتي ليه واعك ليه واقول كلام ملوش معنى ليه؟ فجزء من الهدف فيه، بس يمكن النهارده مش هنوصل للتفاصيل دي على الموبايلات ومواقع الانترنت، يمكن المره الجايه باذن الله. لكن انت الهدف ان انت كل صيدلي مركز معلومات دوائيه متحرك على رجلين ويقدر يدي معلومه سليمه ويجيبها من مصادرها. والغرض من انك تدرس معلومات دوائيه ان انت تعرف المصادر. المهنه برضو قبل ما اخش في المعلومات الدوائيه بتتجاب منين، المهنه بتتطور اكتر. بدا امريكا يخش حاجه اسمها ابلكيشن ثيرابي مانجمنت. ابلكيشن ثيرابي مانجمنت ديت بس يعني ايه الناس اللي بتبقى عندها فضول على دور الصيدلي ايه، دي حاجه كده انت صيدلي بتبقى في صيدلتك عياده مكتب كده، والمريض بياخد منك ميعاد ويجي لك جايب دواه، تقوم انت واخد الدواء بتاع العيان ويمضي لك على ورقه تسمح لك انك او يجيب لك التحليل بتاعته او يسمح لك انك تطلبها من الدكتور. فانت تقعد تراجع الدواء وتراجع التحاليل وتتاكد ان كل شيء تمام، ولو في شيء مش تمام هتطلع اما حاجه هتقول العيان يعملها لو يمكن يعملها لوحده، او في حاجه ثانيه محتاجه انك تتكلم مع الطبيب هتتصل بالطبيب تقول له لا ده في ايه في الموضوع ده، الدواء ده مع الدواء ده في مشكله، الجرعه مش صح، المريض ما بياخدش جرعه كفايه، مش عارف ايه وهكذا. موضوع الابلكيشن ثيرابي دي من الحاجات اللي بيتزق عليها جامد في امريكا وعماله تزيد، في مستشفيات كتيره فيها الوضع دوت، وشركات التامين اكتر ناس بتزق فيها. انت تتخيل شركات التامين هتدفع لصيدلي ليه عشان يعمل خدمه زي كده؟ لان شركات التامين اللي هي الشريره اللي بتمص دماء الناس اللي كل همها الفلوس ديت، لقت ان الصيدلي لما يقعد مع العيان قاعده كده بتركيز ويراجع دواه هي بتوفر فلوس. بتوفر فلوس ليه؟ لان الصيدلي بيلاقي العيان بياخد دواء ملهاش لازمه بيشيلها، لان الصيدلي بيلاقي العيان مش بياخد دواء السكر في ميعاده فينبهه، فالمريض ياخده في ميعاده فما يجيبوش غيبوبه سكر، يروح المستشفى تقوم شركه التامين تدفعه ضعف او 10 اضعاف. فالوضع ان حته ان الصيدلي يقوم بوظائف المديكال مش ده بقى اترسخ قوي في امريكا. وحتى اوروبا اللي كان الصيدله الاكلينيكيه فيها يعني بتتدلع ومتاخره جدا عن امريكا، في 2012 برضه نزل تقرير من هيئه جوده طبيه في اوروبا عاوزين لازم ان الصيادله في اوروبا يتدربوا ويجهزوا ويعملوا موضوع
الميديكيشن ثيرابي مانجمنت. احنا عاوزين بقى الصيدلي لازم يبقى قادر ان هو يراجع الادويه يعني شرط ده تتصل في جيت، لا المريض يجي لك مخصوص طبعا معاك تراجع الادويه وتميز اذا كان في مشكله ولا لا، وتقدر تقول الدواء دوت مش بس المشكله، هل الدواء ده كافي ولا لا، ده ضغط وضغط ضغط وقت الضغط ولا محتاج جرعه اكتر وهكذا. فدي من الوظائف اللي بدات تتطور، ودي من الحاجات الجديده. التطورات كتيره في الكلينيكال فارمز زي ما انتم شايفين في الالفينات والتسعينات. هو احنا مصر يعني شويه في في حتت متاخره، تحس ان انت في نفس العصر في امريكا لما اتقال عليهم سباكين، بس في ناس تانية في مصر يعني محصلت الالفينات، فاحنا مش في الجمله مش متاخرين قوي كلنا. برضه من الحاجات الاساسيه اللي في مصر بدا عليها اهتمام جديد جدا، انا حتى يعني جيت كذا محاضره في كذا مكان على نفس الموضوع، الكلينيكال فارماسيست والانتيبيوتيك ستيوارد شيب. يعني ايه انتيبيوتيك ستيوارد شيب؟ احنا في مصر الحمد لله بنعك عك محترم في المضادات، وفي قناعه عند ال 140 واحد اللي قاعدين دول، او هتلاقي يعني 39 واحد منهم، ان انا كل ما يجي لي برد او كح او اعذر يوجعني لازم اخد مضاد. وايه والسيفتراكسون الروسيفين بيتصرف في مصر يعني ولا الميه، واخد بالك؟ اي حد عنده اي حاجه حقن، والاطفال كل الاطفال بياخدوا جرامايسن على الفاضي والمليان. الاستعمال خاطئ للمضادات ده كارثه من الكوارث اللي الواحد يعني الناس مش مدركه قد ايه ناس بتموت بسببها. وده يمكن يبقى محل في محاضره ثانيه الواحد يتكلم عنها. بس انت بقى دور رئيسي للصيدلي ان انا اروج لاستعمال سليم للمضادات الحيويه. جزء اساسي من شغلي في المستشفى هنا في امريكا، وشغل صيادله كتير في مصر، في مصر مش في امريكا بس، ان هم يتاكدوا ان المضادات صح. احد الصيادله بيحكي لي ان هو ما بقى في ثقه بين الاطباء، وان هو كتير بيقول ده المفروض نعمل كذا، بقى هم سايبين له في احوال كتير يقول لك انت اعمل الايه، ظبط المضادات، او انت رايك ايه، او انت اختار، او حاجات زي كده. نفس الوضع اللي الصيادله بقوا حاطين فيهم ايدهم برضه، بس دي لسه في مصر مش قوي. ترانسبلانت تيم اللي هو واحد عمل عمليه زرع، انت اساسي شغلك كصيدلي انك تتاكد ان المريض العضو اللي زرعه ده مش هيضيع على الارض. انت عشان واحد يلاقي كبد ولا كليه يزرعها ده عذاب، يعني الحد له قريبه او صديق مر بالتجربه دي فدي موضوع صعب. برضو ان انا الجرعه ان العضو ده ما يضيعش في الفاضي عشان جرعه دواء غلط زياده او نقص، دي بقى اساس الصيدلي يعملها. انا يعني مش عاوز اكتر قوي في التاريخ، من الحاجات اللي كانت حصلت اثناء وجودي في امريكا وكانت عجبتنا انبسطنا منها قوي كصيادله. انت في حاجه في امريكا اسمها السوسايتي اوف كريتيكال كير ميديسن، اسمها الجمعيه او جمعيه الطب الحالات الحرجه. فالجمعيه دي في سنه 2010 انتخبوا صيدلانيه تبقى الرئيسه. احنا ساعتها كنت برضه انا شغال في كريتيكال كير، فكان الواحد مبسوط قوي من الموضوع ده، لان انت حاسس ان انت الجمعيه ديت لكل رؤسائها من اول 40 سنه مثلا كانوا اطباء اختاروا يبقى في صيدلانيه هي الرئيسه او هي اللي تنتخب كرئيسه للمنظمه دي. ده يقول لك ان انت الصيادله مع تطوير اللي عملوه ومع القيمه اللي بيأدوها حواليهم هتلاقي احترام وتقدير لمجهوداتك. فانت الصيدلي في امريكا قدر في خلال 100 سنه يتنقل ان هو بقال وبياع ويقول عليه اخره يبيع صودا بيبسي وحاجات زي كده ويرص دواء على الراف، اتحول لا لواحد ده استاذ جامعه في كليه الطب، اتحول ان الحكومه وشركات التامين هيدفعوا لك فلوس عشان تراجع تراجع دواء العيان وتتاكد ان هو سليم. بقى اساسي ان انت في المستشفيات والاماكن الطبيه بتراجع المضادات الحيويه تتاكد ان استعملها سليم، ان انت المريض اللي بيزرع لازم في صيدلي يتاكد ان الادويه اللي بتاخدها جرعتها صح، ان انت في الرعايه المركزه بقى اساس. انت مستشفيات مصر اللي بيبداوا ممارسه الصيدليه الكلينيكيه بتكون دايما الخطوه الاولانيه هي بتكون في الرعايه المركزه. فاحنا مش هنتكلم على التاريخ تاني. الملخص ان احنا مهنيين، احنا مش بقالين ولا بياعين، احنا مهنيين وعندنا مهمه ساميه ان احنا نرعى العيان ونتاكد ان هو بياخد امن واحسن واكثر دواء مناسبه واقل دواء تكلفه له. واحنا عشان نثبت نفسنا محتاجين العلم. ارجع اقول تاني ايه الملخص اللي فات كده، ايه الفرق بين الصوره التقليديه للصيدله والصيدله الامريكيه؟ احنا في الصوره التقليديه بتاعتنا الوضع الحالي الاغلب الصيادله في مصر ان انا كل يهمني الدواء، ان انا هتجيب له جيت هصرف، المريض هيقول لي هات لي ده هنقوله له. ودي الصوره التقليديه. الصوره المختلفه للصيدله الاكلينيكيه اللي هي بيشنت سنتر، انا مركز على العيان، ان انا بدور على العيان. حتى طريقه المنهج
التقليدي غير المنهج الكلينيكال. المنهج التقليدي للاسف اللي انا اتعلمته زمان في الكليه في مصر والناس كتيره لسه بيتعلموه في مصر، اللي هو انا قاعد ادرس عقاقير وكيمياء وحاجات زي كده. انا معايا دكتوراه في الكيمياء، فانا يعني ما عنديش حاجه ضد الكيمياء من ناحيه المبدا يعني. بس انا هل انا كصيدلي محتاج الكيمياء او العقاقير دي كلها؟ يمكن لا. لكن ايه اللي محتاج اعرفه كويس قوي عشان ابقى صيدلي صح البقال؟ ان انا اعرف العيان، اعرف المرض وازاي يتعالج كويس، واعرف الدواء. مش مجرد الدواء ده بيتحضر ازاي، لا يهمني اكتر ان الدواء بيتحضر ازاي، الدواء هيأثر على العيان ازاي، هل الدواء دوت له اعراض جانبيه معينه ممكن تضر العيان، هل فاعليته هتتقاس باسلوب معين فاقدر اتابعها واقيس بيها العيان، اتابع الفعاليه عشان اشوف العيان استفاد منها استفاده حقيقيه. فتاني المهنه عشان تتغير لازم احنا نغير فكرنا، ان انا مش مجرد دوري ان انا بناول علبه معرفه، وده للمره العاشره النهارده مش مرتبط انا شغال في مستشفى وحاطط كتم كلينيكال قبل اسمي. ملهاش علاقه انا اسمي صيدلي اكلينيكي او صيدلي اكلينيكي. اضعف الايمان وانت حتى بتصرف الدواء في صيدليتك، حاول تدور على لو في دراج انتر اكشن ممكن يدور العيان، وحاول ان انت توصف للعيان هيستعمل الدواء ازاي. ده اضعف الايمان، ان انا اعرف الدواء بتاعي ادي العيان نصيحه الدواء بيستعمل ازاي. دي اقل حاجه قبل الاكل ولا بعده. افكر الراجل الكبير في السن ده هيتاخد من 3 مرات واقول له مش كل الناس يعرف يقرا روجيتا، مش كل الناس يعرف يقرا خطه المناعكش اللي بيتكتب على العلبه اللي بتحاول تنافس فيها خط، للاسف صار بيحاول تنافسه مع الاطباء في الخط الواحد. فارجع برضو شويه اعيد تاني التعريف، الاحدث تعريف للكلينيكال فارماسي، التعريف المنشور في 2008: الكلينيكال فارماسي ديفندد اريا اوف فارماسي كونسيرن ذا ساينس اند براكتس اوف ريشنال ميديكيشن يوز. فالكلينيكال فارماسي او الصيدله باطارها الكلينيكي دوت الجزء من الصيدله المهتم بالراشونال ميديكيشن. كلمه راشونال دي بحبها قوي، راشونال يعني عقلاني، يعني شغل مخنا، يعني تدي معلومه صح. يقول لك clinical pharmacy is a health care discipline in which pharmacists provide patient care that applies medication therapy and promote health, wellness and disease prevention. دور الصيدلي clinical pharmacy دوت الحاجه اللي انت عاوز تحسن صحه العيان، عاوز يبقى كويس، عاوز تجيله مرض. تاني الصيدلي مش شغلته انه يبقى بقال ناول العلبه النهارده. وانت بتناول العلبه اعرف هي بتاعت ايه، وادي للعيان نصايح تناسبه عليه. عشان يبقى صيدلي يعمل الحكايه دي، عشان الصيدلي يقدر يبقاش بقال ويدي نصايح كويسه، الصيدله ديت محتاج ان هو يطبق الايفيدنس بيت ثيرابيوتيك جايد لاين، ان هو يعرف قواعد العلاج بتاعت الامراض، ويعرف العلم الجديد، ويعرف التكنولوجي، ويعرف القواعد الطبيه. زي ما دكاتره هنا قالوا لي على موضوع لا الصيدلي ما ينفعش يدي تطعيمات في الصيدله، يعني دي قواعد قانونيه يمكن في مصر تختلف ومش هتتغير. بس انت الصيدلي محتاج يعرف حاجات كتير قوي. لو في صيادله قاعدين او طلبه ولسه قاعدين في بدايه حياتهم حاسين الكليه بتطلع عينهم في مليون حاجه، ان هو انت محتاج تعرف حاجات كتير عشان تقدر تفيد العيان بتاعك. فبس الحاجه الاساسيه ان انا اعرف الاساسيات بتاعت الدواء، ان انا اعرف ان دوري الاساسي برايمري سورس اوف ساينتفكلي فاليد انفورميشن. احنا من غير المعلومه ملهاش لازمه. هو ليه احنا كتير صيادله في مصر بتاع دبلومات بيحلوا محلهم؟ لان بقى كتير صيادله هم ما يفرقوش عن بتاع الدبلومات، لان احنا ما بنديش معلومه. انت واحد هنا اقول لك اللي انا عرفنا، اي حد هنا اقول لك اللي انا عرفنا، ما فرقتش ان هو الراجل ده اخد بكالوريوس او ما خدش بقى او معاه دبلوم، لان هو مع احترامي كل اللي معاه دبلومات يعني لو كان في حد بتاع دبلومات بيسمع معانا، ان انت اللي بيخلي صيدلي صيدلي هي المعلومه. لو انت ما اديتش معلومه طبيه سليمه، معلومه علميه سليمه، يبقى انت مالكش لازمه، يبقى انت مش صيدلي. ودي الحاجة الأساسية اللي بتخلي الصيدلي صيدلي، المعلومة. فإحنا كمهنة من غير المعلومة ملناش لازمة. المعلومة دي غرض منها إن العيان يستعمل الدواء يبقى سيف، آمن، أبروبيت، مناسب، وأرجع أقول تاني كوست إفكتيف. غرضي مش إن أنا ألبس العيان ولا شفت يعلى، غرض إن أدي العيان الدواء الصح. وأكد لك الصيدلي اللي بيراعي ضميره ومهنته وبينصح العيان ويحاول يوفر له، في النهاية بتلاقي العائد المادي له احسن. الناس بتقدر الشخص اللي بيعلمك وبيفيدك وبينصحك وبتجيله، وتميز اللي البقال اللي بيبيع لها اي حاجه وخلاص. عشان الصيدلي يدي النصيحه السليمه ديت، هو بياخد المعلومات من مصادرها، ومصادر المعلومات بنقسمها كده مصادر اوليه وثانويه وثالثه. احنا بدانا نخش
في الحتت اللي فيها معلومات، وهنبدا بقى المعلومه هتزيد. الجزء الاولاني كان جزء فلسفه وفكر المهنه ازاي ماشيه اكتر منها معلومه. دلوقتي هنبدا نديك معلومات. فانت الصيدلي دوره ياخد المعلومات الدوائيه ومصادرها. مصادر المعلومه بنقسمها ثلاث انواع: برايمري وسكندري وتيرشري. فالصيدلي بياخدها ويدي المعلومه ديت للعيان او للهيلث كير، للعيان او للطبيب. يعني انت دورك هتاخد المعلومه من مصادرها الاولانيه والثانويه والثالثيه، برايمري وسكندري وتيرشري. هنقول يعني ايه الكلام ده، ونوصلها ان الصيدلي يهضمها ويتفاعل مع العيان والطبيب ويوصل المعلومه للطبيب. ده الدور الاساسي بتاعنا. مين قال ان احنا لازم ندي معلومات؟ انا في ساعات صيادله، وللاسف في صيادله الواحد ما اعرفش، الواحد ياسف ولا ده واقع الواحد يتقبله خلاص. في صيادله مقتنعين ما زالت ان، ومن ضمنهم زملاء ليا في الجامعه، ان موضوع الكلينيكال ده ملوش لازمه، موضوع المعلومات ده ملوش لازمه. هو احنا كصيادله مكاننا في المصنع. بس هو السؤال اللي بيطرح نفسه هو في كام صيدلي هيشتغل في مصنع مصر؟ مصر فيها 140,000 صيدلي مثلا. لو حد جديد يقول لي رقم البادج بتاعه كام؟ ويعرف احنا لقينا رقم اللي هو قانون النقابه كام، واحنا في كام 1000 صيدلي؟ في كام مصنع في مصر؟ انت المصانع دلوقتي مع التكنولوجيا ممكن تحتاج اثنين ثلاثه صيدله يشغلوها. وحتى في امريكا المصانع الصيدله مش شغاله صيدله اصلا بمخرجين العلوم. فانت ما تتعلمش عشان تبقى كده، انت ودي سهله. الحاجه الصعبه فعلا ان انا اقدر ادي معلومه حقيقيه للعيان، هي دي الفلسفه الحقيقيه، هو ده شرف الصيدلي، ان يدي معلومه مفيده للعيان، المعلومه دي للعيان، دي العيان يستفيد يجي يشكرك بعد كده. في كذا سواء امريكا او اوروبا او على مستوى العالم بقى في تركيز كبير قوي ان المعلومات الدوائيه دي هي ده وظيفه الصيدلي. يعني الاي اس اتش بي دي منظمه امريكيه، بروفيجن اوف دراج انفورميشن از امونجست ذا موست فاندمنتال ريسبونسبيلتي فور هيلث تيست. الاي اس اتش بي دي بيقول لك ان الصيدلي يدي معلومه، ديت وظيفه اساسيه للصيدلي في اي مستشفى او اي منظومه صحيه. الانترناشونال فارماسيوتيكال فيدريشنز اللي هي المنظمه الطبيه العالميه يقول لك اول كانتريز، كل الدول should provide drug information service either independently or part of regional network، سواء لوحدها يعني كل مركز مستقل او على هيئه شبكه. فهو الموضوع النقابه الدوائيه ده يعني ما عادش حاجه رفاهيه ملهاش لازمه، لا ده هو بقى ده هو بقى المهنه. احنا من غير مهاره ان انا اجيب المعلومه واقيمها وافهمها واوصلها على عيان واديها للعيان او اديها للطبيب انا ماليش لازمه. والمنظمات الدوليه بتقول كده، بتقول ان انت لازم ان انت المعلومات الدوليه ده اساسي، مش عشان خاطر الصيدلي يحس بنفسه، لا الموضوع مش ناس بتجامل الصيدلي، مش عشان الصيدلي عملوا اضراب يبقى احنا هنجاملهم نخليهم يعملوا مراكز معلومات دوائيه، لا الموضوع ان على مستوى العالم، على مستوى امريكا واوروبا والعالم بقى في احساس حقيقي ان مراكز المعلومات الدوائيه دي بتعمل فرق وبتنقذ ارواح وبتحسن مستوى الرعايه الطبيه للعيانين. ومين اللي هيقدر يشيل الليله ديت؟ مين اللي هيقدر يقدم الرعايه ديت؟ هو الصيدلي. منظمه الصحه العالميه دبليو اتش او ريكومنز اندمنت دراج انفورميشن سنتر از ا كور كومبوننت اوف ناشونال بروجرام تو بروموت ناشونال يوز اوف دراجز. وجود مراكز معلومات دوائيه مستقله ده اساسي عشان يبقى في استعمال راشد للدواء في مصر. عشان كده مجهودات سواء الجامعات بتعملها او الطبيعه او المستشفيات لعمل مراكز معلومات دوائيه دي حاجه اساسيه ومحتاجينها جدا في مصر، لان احنا دي وسيله العالم كله جربها بقاله من الستينات 50 سنه وعارفين المراكز دي بتعمل ايه. طيب هو ايه دراج انفورميشن سنتر؟ دراج انفورميشن سنتر ده بيعمل ايه؟ دراج انفورميشن سنتر ده مكان شغلانته انه بيوفر المعلومه للصيدليه. انت الحد الادنى اللي محتاجه كمبيوتر وشويه كتب وواحد بيفهم او صيدلي شاطر. قلنا اول واحد اتعمل سنه 62، وقلنا الهدف اللي احنا عايزين نعمل مراكز معلومات دوائيه كتير قوي في مصر نفسنا في كل جامعه وكل مستشفى، بس نفسي برضه كمان 20 سنه ما يبقاش فيه ولا واحد، لان كل صيدله في مصر يكونوا متدربين بمستوى علمي وفني ما حصلش، يكون مش محتاجين ارجع لحد متخصص، هو الصيدلي يبقى المتخصص. طب مركز دوائيه في المستشفى بيعمل ايه؟ قبل ما اخش يعني هي حته كده للناس اللي شغاله في المستشفيات عاوزين يتخيلوا او يفهموا المجهود اللي النقابه يمكن عاملاه. الدراج سنتر ايه الغرض منه؟ يمكن اشهر شغلانه ان انا بجاوب معلومات عن من الطبيب او من المرضى، يعني انت كتير قوي اغلب شغل مراكز المعلومات الدوائيه بيكون اسئله من التمريض او الاطباء، لكن في مراكز اظن مركز في نقابه اسكندريه عاملين مركز معلومات دوائيه والمريض ممكن يتصل بيهم ويسالهم سؤال. فدي بتبقى اول وظيفه ان انا بجاوب answering question from patient or healthcare professional. في وظائف ثانيه مهمه جدا ودي عندنا في الام اي يو او جامعات ثانيه
ويمكن في وزاره الصحه في الموك فيجن سنتر او مش فاكر النهارده هو بيعملها، ان انا بوعي وبعلم زي ما احنا عندنا برضو في الجامعه، ان احنا المحاضرات دي ده جزء من توعيه انا عاملها عندي في الجامعه، وكان البروجرام ده مفتوح لناس تيجي من بره وتقعد وتتعلم. لو انا جوه مستشفى جزء من اساسي من موضوع المركز المعدي الدوائي ان نتاكد ده مستعمل صح. انا عارف دي موضوع هتلاقي ناس في مصر لو محمد ياسين فتح لهم يعلقوا، كان الناس هتعلق ان الموضوع لسه متاخر في مصر، لكن بدا في مستشفيات موجوده في مصر بدا ان يحط قواعد وبروتوكولات للشغل، والمستشفيات اللي انا كنت بتعاون معاهم وبنساعدهم وفي تقبل من الاطباء ان الصيدلي او مركز المعدي الدوائي يساعدهم في وضع قواعد العمل وينشر المعلومه سواء للبابليك او للمنظومه الطبيه. من وظائف المراكز المعلومات الدوائيه الثانيه تكمله الكلام اللي قلناه، موضوع ريسيرش، موضوع ان المركز ده بيعمل ابحاث مرتبطه بصوره كبيره ان الدواء بيستعمل ازاي، استعمال امن او مش امن او هكذا. في وظائف عاليه للناس اللي شغاله في المستشفيات، الوظائف العاليه ديت اللي بنسميها دراج يوز ريفيو اند ايفالويشن. يعني ايه دراج يوز ريفيو اند ايفالويشن؟ دي جزء الى حد ما من الريسيرش اللي بيتعمل في المستشفيات. انت في دواء بيستعمل في المستشفى، الدواء دوت عشان ندخله المستشفى اصلا راجعنا كويس قوي وتاكدنا ان الدواء ده مناسب لينا وحطينا قاعده سليمه للاستعمال. طب الدواء ده بيستعمل صح ولا غلط؟ الدواء مثلا زي الماريبان، الماريبان ده ممكن لو استعمل غلط ممكن يموت، صح؟ حتى بياخد ضعف النهار يعلى وينزف ويموت. طب انا كمستشفى الماريبان عاوز اشوف الماريبان بتاعي بيستعمل صح ولا غلط، او مضادات حيويه بتستعمل صح ولا غلط. فحته ان الصيدلي يراجع استعمال الدواء دراج يوز ايفالويشن، دراج يوز ريفيو اند ايفالويشن، ان هو يقيم ويراجع استعمال الدواء، دي من الحاجات الاساسيه اللي بتبقى وظائف مركز المعلومات الدوائيه في المستشفيات. مش بس في المستشفيات، انت لو مصر عندنا مركز معلومات قومي زي ما نفسنا نعمل، ونتمنى ربنا ييسر ونقدر مشروع زي كده يتعمل في مصر، هيبقى جزء مننا ممكن نعمل دراسات موسعه على استعمال الادويه في المجتمع ككل. هل الدواء الفلاني ده استعماله صح ولا في اساءه استعمال؟ طب اساءه استعمال دي نبدا نعالجها ازاي؟ ادفيرس دراج رياكشن ريبورتنج، دي من الحاجات برضو المهمله في مصر. انا احد المستشفيات بزورها من سنه تقريبا، اول ما كنت راجع من امريكا السنه اللي فاتت، و بتكلم في الكريتيكال كير. انا يعني اهتمامي اكتر بموضوع الرعايه المركزه، لما بخش مكان بيبقى اغلب كلامي في الحته بتاعت الميتين الكريتيكال كير دي. فانا بكلمهم عن اهميه ان احنا نعمل رينال مونيتورنج، ان انا اعمل سوري ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج لادويه زي الجنتامايسن. عندي ياخد جنتامايسن او عندي ياخد فانكومايسن، المهم ان احنا ناخد عينات من دمه ونحلل ونشوف هل جرعه الدواء سليمه ولا لا. فرد عليا احد الصيادله يعني بيقول يعني بس احنا ما بنشوفش قوي سميه من على الكليه من جنتامايسن، احنا بنستعمله والعمليه ماشيه. قلت له لا انت مش شايفها عشان ما بتدورش عليها. طب انا باسبوع لقيت جالي تليفون من الزملاء دول بيقولوا لي الحق احنا عندنا مريضه وكانت فعلا بقى لها اسبوعين بتاخد جنتامايسن. كان اول رد ليا طبعا انا اسبوعين تاخده ليه؟ فلما قالت لي الانديكيشن قلت لا ده غلط، ما كانش المفروض تاخد اسبوعين. المهم فالمريضه جالها بالفعل دخلت بفشل كلوي بسبب الجنتامايسن. هو انا متاكد ان انا ما نحستش المستشفى ولا العيان، يعني مش نحس على المستشفى ان هو ما كانش بيحصل عندهم مشاكل في الكلى بتاع جنتامايسن، مفاجاه انا لما اتكلمت على الموضوع اتنحسوا. لا هو الواقع ان هو ما كانوش بيبصوا ان هو كان الـ الاعراض الجانبيه من الدواء ده وادويه تانية كتير غيره كانت بتحصل وخلاص. زي برضه في نقاش مع بعض الاطباء على العلاج المثالي، فبقول له اختيار المضاد الحيوي دي مش مثالي، مش الاصح للحاله دي، بس انا بديها العيانين وبيخف. قلت له طب ما في عيانين بيموتوا، قال طبيعي الناس تموت. فكان ردي طب انت هتعرف منين هل ان العيانين العدد اللي بيموتوا او نسبه الوفيات ديت زي المستوى العالمي ولا انت اسوء او اقل؟ محب. لازم نعد، لازم نقيس. فبالنسبه للدراج رياكشن، بالنسبه لتفاعلات الادويه الاثار الجانبيه للأدوية، مهم جدا ان المستشفيات يكون فيها نظام ان انا احسب الحكايه ديت واقيسها، واللي بيقيس الحكايه دي هم صيادله او مركز المعلومات الدوائيه لو المستشفى فيها. مهم قوي كدور اساسي ان احنا نقيس الاثار الجانبيه بتاعت الدواء، لان انا لو ما قستش مش هعرف ان في مشكله ولا لا. انا لما اقيس ولقيت الحق ده في مشكله، ده نسبه اللي عندي في المستوى العالمي ان يحصل مثلا 1 او 2% او 3% رينال توكسيستي سميه على الكلى من الامينوجلايكوسايدز، فانا عندي لا النسبه 15% انا عندي مشكله ابدا اعالجها.
اذا انا ما قستش الاول ادركت ان في مشكله مش هعرف. فانا حته ان انا يكون عندي برنامج يعمل يتابع ويقيم الاثار الجانبيه للادويه ده اساسي جدا عشان اقدر يبقى عندي خدمه طبيه كويسه، عشان وده بيبقى شغل من شغلنا. موضوع تراك فورمري ديت، ان انت الناس اللي في مصر شغاله في مستشفيات وتسمع لجنه او المناقصه او الكلام ده، هو انت الدواء بيخش في مصر غالبا يعني الدكتور عاوز دواء دخل وخلاص. احنا النظام الصح ان هو مش مجرد دكتور عاوز دواء دخل وخلاص، او ان دواء جديد نزل في السوق عاوز ادخله وخلاص، او مندوب قاعد يلح علينا وهارينا هدايا ادخله وخلاص. لا، هو عشان دواء يتحط في لسته مستشفى او يتحط حتى على لسته تامين صحي في الدوله، انا كحكومه في مصر هغطي الدواء الفلاني او الفلاني، بغطيه بناء على ان انا الدواء ده اتاكدت ان هو مناسب للاستعمال اللي انا هستعمله. مجرد الدواء ده مسموح بعرضه في السوق مش معنى كده انسب ليا المستشفى بتاعتي او انسب حاجه ليا في المستشفى بتاعتي. الصيدلي يعمل يشارك او مركز المعلومات الدوائيه يشارك في عمل لسته بالادويه اللي هتستعمل في المستشفى، الليسته او هتستعمل في تامين صحي على مستوى الحكومه او على مستوى شركه التامين. الليسته دي مش مبنيه على السعر وخلاص، لا، مبنيه على فايده حقيقيه للعيان، مبنيه على ان العيان دوت الدواء دوت انسب حاجه واكثر حاجه من ناحيه الميزه الاقتصاديه والطبيه وناحيه الاعراض الجانبيه للعيان. فدي كل دي وظائف مركز المعلومات الدوائيه بيقوم بيها، او صيادله حتى لو ما عنديش مركز بيعمله. دي دي دي, دي المهنه الحقيقيه لينا في المجتمع والمستشفيات. انا عارف ان احنا بعيدين عن الحكايه دي، بس احنا بنتحرك. انا عارف عشان احنا كشعب مصري فينا حته كابه شويه، هتقول لك يا عم الكلام ده ما بيحصلش ولا عمره هيحصل ولا حاجه زي كده تحصل. هو بامانه قبل ما ارجع مصر السنه اللي فاتت ما كنتش متخيل في حاجه خالص في مصر، كنت متخيلها المستشفيات المصريه خراب. وانا فوجئت بغير كده، فوجئت ان انا قابلت ناس صيادله في مصر على مستوى علمي رائع ما يقولوش عن اشطر واحد شفته في امريكا، وقابلت مستشفيات فيها نظام حتى لو مش بيرفكت بيحاولوا ويطوروا. هو مين قال لك ان في اي حاجه بيرفكت في الدنيا؟ حتى مستشفى عندي في امريكا لسه الاسبوع اللي فات الدنيا مقلوبه في علبه اتبعتت من الصيدليه وكان تاريخها منتهي، الدنيا اتقلبت ازاي بتعدي؟ فانت مهما كان الهيلث سيستم او المستشفى محكمه لازم يبقى فيها غلطات. فكون مصر ان احنا لسه في مشاكل مش معنى كده ان مفيش امل، لا بالعكس، احنا لسه ما زال انا حاسس ان في تطور رهيب حاصل عند ناس كثيره. مجرد الزملاء اللي قاعدين دلوقتي وسهرانين بالليل وقاعدين، والناس اللي بتيجي وتسافر لحضرتك الامريكيه في الجامعه ومسافرين من الصعيد ومن دمنهور ومن اسكندريه ومن بورسعيد، يقول لك ان في امل في مصر. مستشفيات كثيره في مصر بتحاول تطور من نفسها، بنزل بلف في مستشفيات كثيره وناس كثيره بتحاول تطور. هو انت التحسن جاي والمهام دي هتحصل، سواء يعني بدات تحصل ببطء دلوقتي في المستشفيات او هتحصل بتحصل في المستشفى في المستقبل القريب. يمكن حتى دي النقطه دي يمكن قلتها قبل كده تاني، يعني الاستاذ صالح كتير حاجات بتتكرر ان انا بسبق في الكلام ساعات، ان هي التطور التكنولوجي الرهيب، التكنولوجيكال ادفانسز، وجود المعلومات تحت ايدينا في الموبايلات وعلى النت، خلى ان انا احتياج المركب مكان مكتوب عليه واوضه مكتوب عليها مكتب ما قليل شويه. ده في الغرب، المهم ان في مصر ما زلنا محتاجين دوت، يعني في وظائف ثانيه كتيره غير ان انا ارد على المعلومه. بس انا يهمني قوي ان كل واحد فينا بيقدر يفكر ان هو يقدر، كل واحد فينا يقدر نوصل لمرحله ان انا ما اقولش اي حاجه فات مالي. ان كل حاجه اقولها ارجع لها بمصدر، انا شويه في الهوس دوت. يعني في ناس بتبعت تسالني وانا لا بتاخر دايما في الرد، لو حد بعت سالني على الماسنجر بتاعي سؤال وكده، ان انا بقت 99% من الحالات حتى لو عارف الحاجه هشيك. ما انا يمكن غلطان، يمكن نسيت. فانت التطور الرهيب في التكنولوجيا خلى في ايدنا ان احنا نقدر حتى من غير المستشفى بتاعتي يبقى لها مركز معلومات دوائيه كده مقفول واوضه وكمبيوتر والكلام ده كله، اقدر ان انا كصيدلي اقدر اقدم معلومه طبيه سليمه ومصدرها السليم من غير ايه؟ من غير خاتم. طيب يجي السؤال العميق القوي العظيم اللي بيطرح نفسه، هو المعلومه الطبيه بتيجي منين؟ انا اجيب المعلومه الطبيه دي ازاي؟ هل اجيب المعلومه الطبيه ديت من ورق الفارماكولوجي بتاع الكليه اللي انا خدته من 10 سنين مثلا ولا من 20 سنه؟ هل اجيب المعلومه الطبيه ديت حتى من المحاضره اللي انا بقولها؟ لا. بزعل قوي لما حد ايه لما كان حد يتدرب معايا في امريكا كنت اقول له دايما do not quote me I have been wrong before. Do not quote me, I have been wrong before. يعني ايه؟ ما تقولش طاهر قال لان انا غلطت قبل كده، انا بغلط، كل الناس بتغلط. لا، انا قلت لك حاجه عاوز تستعملها شيك ورايا.
دور شوف مصدر المعلومه. مهم قوي ان انا اعرف ايه المعلومه مصدر سليم. طب هو المصدر السليم ده ايه؟ طب واحد سالني سؤال اجاوب ازاي؟ اجيب الاجابه منين؟ يقول لك في وسائل مختلفه عشان اجاوب. ففي انتويشن، ودي بشوفها كتير قوي على جروبات الصيدله في مصر. انتويشن دي معناها الحدس بالترجمه الفصحى، او يعني ايه انا شايفها كده بالعاميه. فانت تلاقي كتير صيادله يجاوبوا على اجابات، ولما تساله وانت جبتها منين؟ لا هي كده انا متاكد. ماشي يعني جبتها منين يعني؟ لا هي كده انا بقول لك اسمع بس هي كده. طبعا ده كلام فاضي، انت يعني انت محدش ضامن دماغه يقدر يبقى المعلومه فيها باستمرار محتفظ معلومه سليمه، وحتى لو في دماغك لازم تبقى عارف اجيبها منين. يعني انت حتى لو المعلومه في دماغك مهم تعرف ان انا اتاكد من المعلومه في دماغي دي ازاي. طيب من ضمن الحاجات البيرسونال اكسبيرينس، انا مرات خالد ابن عم اختي خدت الدواء ده وخفت، يبقى انت كمان تاخده، برضه ده مش صح. برضه لازم تقدر تعرف مصدر اصلي، لان التجربه ديت ساعات ما بتبقاش عندك الصوره كامله. بالمصادر اللي شويه يعني برضه تمشي بس فيها خوف، ادفايس اوف كوليج، عامل كده زي من يربح المليون يستعن بصديق. كويس؟ وانا في ناس كتيره بتقعد تستعين بيا. ما ببقاش مستريح قوي، ان انا بحس انها مسؤوليه. لو حد سالني سؤال بحس انها مسؤوليه. وهي المفروض انها تبقى مسؤوليه، فانت لما بتستعين بصديق انت بيبقى انت والصديق، لو الصديق ده رد عليك كويس هيبقى كويس، والا ممكن يلبسك في الحيط. فلما تستعين بصديق حاول ان انت تقول له جبت المعلومه منين على قد ما تقدر. انا لسه النهارده برضو قبل ما ابدا المحاضره جالي مسج من زميل بيسال على جرعه السلفه اللي مريضه عندها فشل كلوي ويو تي اي وبتغسل. فانا فاكر الاجابه تقريب، بس انا ما حبيتش اجيب من دماغي. انت فتحت وجبت ريفرنس وقمت بعت له مسج وقلت له اه هو الاجابه الجرعه الفلانيه والمصدر بتاعي كذا. فانا حتى لو هستعين بصديق كمصدر المعلومه لازم الصديق ده يوصلني، لو صديق بجد عاوزني اتعلم بنفسي ما اقدرش اتصل بيه على طول، ان انا اقدر يقول لي مصدر المعلومه ايه. الحاجه المصدر السليم هو الساينتفك ايفيدنس، هو الدليل العلمي. الدليل العلمي هو ده الحاجه الصح اللي اجيب منها المعلومه. حته كده فلسفه بعيده عن الايه يعني، اخرج بيها حته وهرجع تاني. هو الـ 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 كل العلم للبشريه فيه، الاطار العام كل العلم للبشريه فيه بيخش تحت مبدا بيسموه راشونال امبيريسيزم. كلام فلسفه كلمتين مع عقربين. ايه راشونال وايه امبيريسيزم دوت؟ امبيريسيزم يعني ايه؟ امبيريسيزم دي جايه من كلمه امبيريكال ايفيدنس. يعني ايه امبيريكال ايفيدنس؟ يعني الدليل الاولي. يعني انا ما اقدرش اقول ان الدواء ده بيشتغل من غير ما اجربه على عيانين. وبعدين وانا بجربه على عيانين لازم يكون الراشونال العقل شغال، اتاكد ان العيانين خدوا الجرعه الصح وبقارن الدواء تاني صح وحاجات زي كده. ففي النهايه المصدر الاساسي للمعلومه الطبيه لازم يكون دليل في تجربه على عيانين، دليل علمي حقيقي. في النهايه الدليل الحقيقي الدواء ده اتجرب على عيانين ولا ما اتجربش. فالمصدر الصح للمعلومه مش ان انا اخمن، ممكن استفيد بخبرتي الشخصيه بس لازم اكون عارف حاجه تدعمها. الخبره الشخصيه لازم تكون خبره سليمه بناء على منهج علمي. الخبره الشخصيه ساعات تبقى مضلله. انا حكيت لكم مثال الطبيب اللي بكلمه على المضاد الحيوي الانسب للالتهاب الرئوي وهو بيستعمل، يعني في الخبره الشخصيه شايفهم بيخفوا بس هم شايفهم بيموتوا برضه. الخبره الشخصيه لوحدها عمرك ما هتوصل لك ان الميتفورمين احسن من الدايماكرون كعلاج السكر، لان انت هتشوف الدايماكرون بيوطي السكر كويس. لكن الدراسات اللي كانت على مدى 5 و10 سنين هتقول لك اه بس العيانين اللي بياخدوا ميتفورمين هيبقى الاعراض الكومبليكيشن بتاعت السكر اقل، هيبقى الميتفورمين احسن. انا عمر خبرتي الشخصيه في الاطار الضيق ما هتخليني اقدر اشوف 10 و15 الف عيان واتابعهم على مدار 15 سنين. الخبره الشخصيه دايما قاصره. انا اديت علاج والمريض خف بس المريض تاني مات. طيب انا معدل الشفاء مقبول ولا لا؟ عمر ما الخبره الشخصيه هتحسمها لك، ان انت بتشوف عيان بعيان عشان تقدر تحسم الموضوع. ابص عدد عيانين كبير واقارن دي بدي في الاجمالي. فدايما الخبره الشخصيه تبقى محدوده، بيبقى فيها مشاكل. ساعات الخبره الشخصيه بيكون في اعراض جانبيه او مشاكل وانت ما تنبهتهاش لما بتدرس الموضوع دراسه متقنه بالتفاصيل. فدايما عشان كده الخبره الشخصيه فيها قلق، بتشوف مشاكل كتير فيها. ادفايس اوف كوليج زي ما قلت لكم هي مفيده لو الكوليج لو الزميل كويس،
لو الزميل اي كلام وبيفتي هنتحير. المهم قوي لما اخد معلومه من زميل احاول اساله، طب انت فاكر المصدر فين؟ او هو انا لو بجاوب حد يعني الافضل ان انا اقول له المصدر. ايه للمعلومه؟ هو الدليل العلمي الساينتفك ايفيدنس. الساينتفك ايفيدنس بقى ده اجيبه ازاي؟ يعني لو اخذه يعني انا لما اجاوب سؤال هجيب الدواء واجربه على عيان وشو الحكايه يعني؟ لا مش اسهل مصدر نجاوب منه هو الكتب والريفرنس داتا بيس والمواقع اللي على النت. دي اسهل مصدر. انا اتزنقت في حاجه هقوم جايب كتاب وقاريها فيه. دوت اكتر مصدر الناس بتستعمله اللي هو الكتب والمراجع ومواقع النت. في مصدر ثاني مهم جدا اسمه ايفيدنس بيس جايد لاين، وديت شويه انا سعيد ان بقى ناس كثيره في مصر او يمكن عدد اكبر بقوا يعرفوا الموضوع ده ويعرفوا قيمته جايد لاين واهميته. يعني ايه ايفيدنس بيس؟ يعني ايه جايد لاين؟ ايفيدنس يعني ايه؟ دليل. بيس يعني مبني. جايد لاين يعني توصيات. ايفيدنس بيس جايد لاين يعني توصيات مبنيه على الدليل. يعني ايه؟ يعني في منظمات على مستوى العالم، دول كتيره ومنظمات دوليه ومحليه وحاجات زي كده، كل منظمه متخصصه في مرض حته صغيره. فالمنظمه دي تديك توصيات ايه انسب حاجه عشان اعالج العيانين بتوع المرض. في حاجه اسمها الايدس في امريكا، انفكشن ديزيز سوسايتي في امريكا. الانفكشن ديزيز سوسايتي في امريكا ديت بتدي توصيات لعلاج الامراض المعديه. التوصيات دي بتكون مبنيه على ايه؟ على الايفيدنس. ايفيدنس بيس جايد لاين دي توصيات تصدرها منظمات عالميه وديه بتكون مبنيه على الدليل. طيب ايه تاني؟ في حاجه اسمها سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس. يعني ايه الكلام المعقرب ده؟ خليها للاخر وهرجع لها. المصدر الرابع واللي انا قلت الثالث وهرجع للثالث بعد كده كلينيكال ريسيرش، وده اللي قلت لكم ان هو المصدر الاساسي للمعلومه. اي معلومه طبيه اذا ما كانتش مبنيه على كلينيكال ريسيرش تبقى محتمله الشك. يبقى ما نقدرش نقبلها يعني ايه؟ لان انا مش عارف. وهتكلم على الموضوع ده اكتر، لكن انت الواحد عشان يدعي ادعاء طبي يقول لك في البديل. وكل نصابين الاعشاب في بلادنا وكل الاختراعات الوهم اللي مليانه بنسمع عنها في التلفزيون ومروج لها الناس بتكون بتفتقد الدليل، فبيقول اي كلام وخلاص. طب فين الدليل؟ مفيش دليل. فانت تبقى نصاب تجيب الدليل تبقى انت في حاجه غلط. هو الدليل العلمي اللي مبني على تجارب ذات جوده عاليه، تجارب بجوده، تجارب حقيقيه مش ضحك على الدقون، هو ده الدليل السليم. طيب هل انا كل ما حد يسالني سؤال هقعد ادور على الابحاث الاصليه اللي اتعملت وانا اجيب الابحاث الاصليه دي اصلا منين؟ الابحاث الاصليه دي بتتجاب يمكن اشهر موقع عشان اقدر اجيبها موقع اسمه باب ميد. فانت لو دورت مثلا تريتمنت ودايبيتس على باب ميد اي حاجه هتلاقي مئات يمكن مئات الالوف يمكن ملايين الابحاث. فانت ان انا اجيب من بحث اصلي واجيب منه معلومه صعبه، ودي بتحتاج مهاره عاليه وفي ناس كتيره بيقعوا فيها. يعني انا كتير زملاء وبشهد لهم بالكفاءه والمجهود في مصر ونشيطين جدا، والاقي ساعات يعملوا بوستات وتطلع فيها زله او يغلطوا فيها، كان كذا موقف ورا بعضه وكان بسببها ان هم بيقروا بحث لقوه والبحث ده هم ما تدربوش يقروه، تدريبهم او خبرتهم ما اهلتهمش ان انا اجيب البحث ازاي وراه واقيمه، فبيقعوا في كمين بيفهموه غلط، او البحث ده يكون ده حاجه شاذه في اطار عام وكل المنشور غيره ده هو الشاذ. فان انا عشان اقيم بحث ده صعب، بيحتاج مهاره. عشان كده احنا في الغالب بنلجا للكتب او بنلجا للجايد لاين. الحاجه اللي في النص اللي في حاجه اسمها سيستماتيك ريفيو. سيستماتيك يعني منظمه، ريفيو يعني مراجعه. يعني ايه مراجعه منظمه؟ حاجه عامه كده مش بالظبط. سيستماتيك ريفيو دوت ان ناس متخصصين واشهرهم في العالم منظمه انجليزيه اسمها كوكران، بتقعد تجمع الابحاث المنشوره في موضوع معين، وتاخد الابحاث دي وتجمعها وتلخصها وتقارنها ببعضها وتكتب لك بحث علمي منظم جميل توصل من تنتو الحاجه. السيستماتيك ريفيوز ديت كتير قوي بيستعملوها هنا وهنا عشان يدوك المعلومه. فانت البوك او المراجع او حتى الاكسبرت بيس جايد لاين بتلجا للبيبر، بس في حالات كتير بتلجا انها تاخد التلخيص اللي عاملينه المنظمات المتخصصه. فانا بجيب المعلومه منين؟ لو انا وقت انت ما حصلتش عندي خبره عظيمه انا ممكن اجيب البحث الاصلي واقراه، او اجيب ملخصات الابحاث الهيئات او افراد او جامعات بتلخص ابحاث وبتعملها. الاسهل شويه وده العملي كتير، الناس اللي بيمارسوا صيدله الكلينيكيه في مستشفيات مصر في حياتهم كلها مبنيه على الايفيدنس بيس جايد لاين، ان انا بجيب منظمات التوصيات المنظمات الطبيه واقولها. اللي لسه على باب الله ولسه بادئ هتلاقي اول معلومه تجيبكم
دي اسهل حاجه، شويه شويه هتبقى تلاقي دخلت في الايفيدنس بيست جايد لاين، تقلت حبتين ودماغك كده بقت مترصصه وتمام ومليانه علم وخبره، هتقدر تقرا ريفيوز وتقيمها وتستعملها، بقيت يعني راجل جهبذ، تقدر تمسك البحث الاصلي وتقيمه وتهلهله تقول يا العيانين اللي في البحث دي فيهم مشكله فلانيه فما اقدرش اخد منطقه البحث. فدي كلها مصادر المعلومه. اسهل حاجه زي ما قلنا الكتب، ويليها الايفيدنس بيس جايد لاين، تقرا ريفيو معقوله. صعب زي ما قلت لكم وممكن ناس كثيره تقع فيها انك تبدا تقرا الريسيرش لوحدك، ده مهاره بتاخد مهلتها وممكن تقع فيها غلط. انا ميال ان احنا نقف دلوقتي لان الساعه بقت يعني واحده ونص عندكم، وانا صايم لسه ما فطرتش، انتوا ان شاء الله فطرت وصحبت وكل حاجه، انا لسه الساعه عندي 4 ونص العصر، فانا مايل ان احنا نقف دلوقتي ونكمل ان شاء الله مره ثانيه الموضوع النص الباقي من المحاضره، هنفعل نص ساعه كفايه عليكم. فانا هفتح الاسئله للجزء اللي عدى، ويعني اتمنى تكون ايه الناس استفادت، وتحت امركم في اي سؤال فتتفضلوا بالاسئله. الجمعه الجايه صعب، يعني ايه خليها الجمعه اللي بعدها ان شاء الله. اوكي، اللي حد لقط السؤال، انا قلت جرعه السالفه المريض الفشل كده وكام، يعني ده يمكن السؤال ده ناقص، يعني يمكن المحاضره الجايه هقول على حته ان انا لازم اقول لمين عنده المرض ايه، بس هو يعني السؤال الناقص عندك الانديكيشن اللي هو اللي بيستعمل لايه؟ لان انا مريض السالفه ده ممكن ياخد واحد عنده يو تي اي، ممكن ياخد واحد وعنده بي سي بي نمونيا اللي هي البكتيريا اللي بتيجي للناس اللي عندهم ايدز او عندهم انخفاض في المناعه، لكن هو لو واحد عنده يو تي اي بياخد قرص التازول كل 24 ساعه، لو هيعمل غسيل يخلي القرص دوت بعد الغسيل في يوم. والمصدر البافلت بتاع الدواء في امريكا والموقع اللي لقيته عليه كان موقع اسمه جلوبال ار دي اتش، عشان ابقى ايه اديتكم مصدر المعلومه كامل. طيب الاسئله جت كتير مش ملاح. طيب حاول نبص على ايه الاسئله. اوكي ممكن امثله على البوكس والريفرنس داتا بيز اللي ممكن يجيب منها سيرتيفيك ايفيدنس، اسامي افضل الكتب، هو دي المفروض المحاضره الجايه يعني، بس انت مبدئيا كده هديك حته كده تمسك فيها لغايه ما نتقابل. في موقع على النت اسمه ميديسكيب، يعني هحاول اكتب اسمه ما انا عرفت استعمل الايه المصدر العظيم دوت ميديسكيب.com. فانصح كل الناس اللي ما تعرفش الموقع دوت ان هم ايه يدخلوا عليه. وصلت المعلومه ديت يا فندم الناس اللي سمعت المعلومه بتاعت ميديسكيب ديت؟ فموقع ميديسكيب ده من المواقع اللي انصح الناس انها ايه تتعامل معاها، تنزلها. الموقع ده انت تخش عليه على النت، هو كل اللي هتعمله عشان تتعامل معاه انك تكتب اسمك وبياناتك والايميل وحاجات كده، له ايديكيات تقدر تسمعها على التليفون، قصدي تنزلها على التليفون وتقدر تستفيد منها جدا. بقيه الاسئله اوكي. اوكي انا رايح ثالثه، في زميل بيقول لك انا رايح ثالثه وحاسس ما بستفادش اي حاجه، اعمل ايه عشان احرق نفسي؟ خليك معانا شويه تعلم دراج انفورميشن هتلاقيه ظبطت نفسك، بس هو الموضوع انك تطور نفسك دي بنفسك. انا كتير يعني بدرس في الجامعه وعارف في كتير احنا يعني حد يزعل مني يعني، في كتير احنا ساعات بنبقى داخلين الجامعه واحنا عايزين ننجح وخلاص. احنا بنحاول نذاكر على اقل ما يمكن اللي ينجحنا او اللي يبنى التقدير وما ندورش على المعلومه، فلو انت في ثالثه انت لسه بدري لسه ما دخلتش في الحاجات الثقيله قدامك سنتين، فاللي انت تلحق نفسك فيه ان انت في السنين الجايه وانت بتذاكر ذاكر عشان تتعلم، دور في كل معلومه تتعلمها ازاي استفيد منها وازاي اطبقها في اللي حواليا. ذاكر عشان تتعلم مش عشان الامتحان. فديت يمكن اكتر حاجه تقدر تلحق بيها نفسك ولسه في ثالثه لسه ايه لسه الاعمال مستمره يعني. واظن انا جاوبت على حته موقع ممكن الناس ترجع له ميديسكيب، اتمنى ان الناس تنزله وتتعامل معاه. اوكي في سؤال جميل، ازاي ادور على المعلومه بسرعه؟ هو السرعه بتيجي مع الممارسه، السرعه من السحر. انا دي من الحاجات اللي الناس بحس الطلبه بالذات
يبقى في حته ان انا نزلت اتدرب في صيدليه وحاسس ان انا تايه وما بستفدش وحاجات زي كده. لا هو الواقع بيبقى استعجال. احنا مهنه غزيره في المعلومات زي ما بيقول، كميه معلومات في النهارده رهيبه، فانت مش هتعلم كل حاجه بين يوم وليله، انت بتاخد وقت على ما تقدر يكون عندك مهاره تجيب المعلومه وقيمها واعملها بسرعه. انا من الناس اللي بتقال عليا ان انا سريع، بس انا السرعه دي ما اتولدتش كده، لا هي العمليه بتيجي بالخبره والممارسه ودورت على الموضوع مره واثنين وثلاثه في ست في دماغك فعارفها، فبقيت تعرف تجيبها بسرعه ازاي او فاكرها مش عارف مش هتدور عليها تدور عليها امبارح حاجات زي كده. فالسرعه بتيجي بالممارسه اكتر. موضوع الجايد لاين ومواقعه دي هيبقى في محاضره كامله ان شاء الله على موضوع الجايد لاين. لكن هي لها مصادر كتير. انت كل مجال له اماكن تقدر تعملها. بالنسبه لامريكا في موقع اسمه جايد لاين دوت جاف، يبقى فيها تجميع كوصلات توصلك للجايد لاين. فجايد لاين دوت جاف ديت من المواقع اللي انت ممكن تلاقي عليها تجميع الجايد لاين الامريكاني. وفي الويب سايت بتاع انجليزي انت كتبت يعني انت بتقرا ليها موقع اسمه نايس، بيبقى برضه مليانه حاجات تجميع الايه المواقع الانجليزي موجوده هناك. كان في دكتور محمد رمضان سالني على موضوع الريسيرش ودور الصيادله فيه في المستشفى. دور الصيادله في المستشفى في الريسيرش بيختلف حسب طبيعه الريسيرش وعمله. في كلينيكال ريسيرش العادي التقليدي ده جديد بنجربه حاجات زي كده، في دور من اساس الصيدلي في موضوع تحديد الدواء والبلايندنج، ان الصيدلي هو اللي بيتعامل معاه الايه؟ حته بلايندنج دي برضه هنتكلم عليها مره ثانيه، ان انا عشان الدواء اتاكد ان فعلا شغال ولا لا بدي نص العيانين دواء وبدي التانيين وبديهم قرص نشا وبلاسيبو. المفروض لا العيان ولا الدكتور عارفين مين البلايندنج، مين انهي دواء بياخد ايه، المفروض اللي بيتحكم في موضوع البلايندنج ده بيبقى صيدلي. فده دور. بيبقى في دور تاني في الصيدلي في الريسيرش كتير بيتعمل، موضوع ان انا مرتبط بفعاليه الادويه، احنا بنراجع الدواء هل استعمال الدواء ده في الانديكيشن دوت ادى المردود السليم ولا لا، فبنقيس بنحط القياس هقيس الفعاليه ازاي. مثلا الماريدان هقيس الفعاليه بتاعته اللي هو الورقه ان انا ايم ثيرابيوتيك، وهقيس السميه ان الايه ما حصلش نزيف مثلا، وببدا اشوف العينين اللي خدوه ونسبه كفاءه الدواء كذا والسميه كذا. فدي من انواع الريسيرش اللي بتتعمل. في سؤال هنا اوكي، كان في سؤال برضه عميق عن ايه المعادله الكنديه والامريكيه والكلام ده كله، هو ايه ده موضوع كبير. بس هو المعادله دي لو انت هتشتغل انت انا معايا المعادله الامريكيه لان انا شغال صيدلي في امريكا، لكن المعادله الكنديه ما لهاش اي قيمه بالنسبه لي، مش هشتغل صيدلي في كندا. فالمعادله معادله بستعملها عشان اقدر اشتغل في دوله. المعادله دي حاجه غير ما تعرف تشتغل، دي حاجه ثانيه لان مش كل الدول فيها فرص حاليا مفتوحه. فما فيش معادله احسن من الثانيه، هي المعادله دي غرض انك تشتغل في دوله، فانا هذاك المعادله الامريكيه ما تقدرش تشتغل في امريكا. في سؤال ثاني، دكتور انا اتخرجت وعاوز اشتغل كلينيك اتعلم ايه بورد امريكي؟ البورد الامريكي من الحاجات اللي بتتذاكر كويس وانصح الناس سيرها. هل انا محتاج سنتر يشرحها لي او اذاكر لوحدي؟ بالشرط ممكن تذاكرها لوحدك، مش محتاج سنتر. لو هتروح سنتر تدور على ناس يكونوا معاهم البورد، يعني اسال مين اللي بيدرس لك، لكن هو قلت لك مش محتاج ان انت تذاكره مع 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 سنتر او حاجه. الصعوبه واللي بتخلي ناس كتير موضوع البورد بالنسبه لها موضوع مزعج، ان انت البورد بيبقى سهل لما انت بتمارس. لما بتمارس بتقدر الحاجات اللي بتدرسها يبقى لها معنى. لو انت مش شغال في مستشفى او بتمارس المهنه بتلاقي انك تدرس طلاسم عشان تعملها. كتب البورد بيجيبها منين؟ هم كتب البورد بيبيعها موقع الاي سي سي بي، هم بيبيعوها اللي هو الكتاب بتاعهم اللي بتذاكر، وممكن تلاقيه مع حد من زملائك في التليفون. هل البورد شرط تكمله الدراسه في امريكا؟ لا، البورد ملوش اي علاقه بتكمله الدراسه. البورد في امريكا دي شهاده صيدلي ما بياخدهاش غير لما يكون عاده عدى عليه ثلاث تخرج. البورد كلمه بورد اللي الناس تقول عليها دوت دي ده اختصار للبورد فارماسي سبيشالتيز، او بورد يعني مجلس او حاجه. بورد فارماسي سبيشالتيز ده يعني زي اداره للصيادله المتخصصين. دوت شهاده بتتاخد بتقول انك مذاكر
صلاحيات قانونيه وملهاش اي قيمه. موضوع مواجهه المرسيدس في مصر دي حاجه ملهاش معنى وغريبه جدا. ان شهاده البورد انت لو ما جدد لو ما دفعش كل سنه بتتسحب منك، لو بعد 7 سنين ما عندكش امتحان جديد او خلاص سي بتتسحب منك. فازاي حاجه بتتسحب اقارنها بماجستير اللي بقى حق؟ فهي موضوع مقارنه الماجستير في مصر ده موضوع غريب. البورد زي ما بقول لك دي شهاده بتقول انك مذاكر بس، ان انت المعلومات في دماغك طازه، ده كل اللي البورد بيقوله. ومالوش ما بيديش لا صلاحيات ممارسه المهنه في امريكا ولا اي حاجه. المعادله زي ما قلت الناس دي مجرد شهاده عشان اقدر امارس في دوله معينه. الفارم دي شهاده متميزه، ودي زي ما انت شايف حطيتها بعد اسمي، فلقيت انا معايا الفارم دي دوت. للناس بس اللي يمكن مش عارفه الاسامي الحروف اللي انا حاططها بعد اسمي، اسمي هو طارق حجاب. بارم دي معناها ان انا معايا فارم دي. دي اتش دي معناها ان انا معايا دكتوراه تقليديه. وبي سي بي اس معناها ان انا معايا البورد. لا البورد ولا الفارم دي شرط عشان اشتغل صيدليه امريكا. انا محتاج بكالوريوس صيدليه لحد الادنى بتاع مصر بتعدي المعادله، عشان اشتغل صيدليه امريكا محتاج المعادله. بس عشان تبقى شاطر لازم تتعلم تطور نفسك. انا عشان كده درست الفارم دي واخدت البورد. بس البورد زي ما بقول تاني مش اي صلاحيات قانونيه في اي حته في العالم. مجرد شهاده بتقول انك مذاكر ومعلوماتك طازه ومعلوماتك حلوه، ده اللي البورد بيقول. وفي مصر احنا بنبص والناس اللي معاها البورد بيكون معناه ان انت مذاكر وعندك قيمه وقدرت تستحمل وتعدي. في زميله كاتبه نصيحه للخريجين التايهين، وده سؤال عميق جدا وانا لسه كاتب ايميل طويل امبارح رد على هذا السؤال. اولا النجاح في الحياه مش مرتبط بمهنه ولا وظيفه ولا شغلانه ولا اي مكان. يعني كون ان انا عاوز اشتغل كلينيكال وما اشتغلتش، عاوز اشتغل عاوز ابقى مهندس وما اشتغلتش، اكون ما اشتغلتش، مالهاش علاقه بالنجاح في الحياه نفسها. الانسان يقدر يبقى ناجح ايا كان مكانه. حتى لو انا واقف في الصيدليه في الشارع اللي الشغلانه بتوصلها انت بقال، اقدر ابقى صيدلي ممتاز جدا واعمل فرق في مجتمعي ومع عيانيني ومع اهلي، وابقى انسان ليه قيمه عظيمه مجتمعيا وماديا كمان. فنخرج يعني نفسي نبطل تفكير ان انا لازم عشان ابقى ليا قيمه لازم ابقى اخد الكلينك. لا انا لازم اخد البورد والا كده مفيش حاجه في حياتي. لا بالعكس، لان يعني حتى انا قاعد اتكلم انا اركز على الفيتال بامبس ديت مش حاجه مرتبطه ان انا في مستشفى. لا ده انا ده حاجه انا اسلوب وفلسفه حياه، فلسفه مهنه. انا وانا صيدلي انا بتعامل كبقال ولا كصيدلي؟ انا يعني عامل سلسله كده في اثناء محاضراتي في الجامعه في حتت كتيره اقول لهم ده الصيدلي هيتصرف كذا والبقال هيتصرف كذا. ان انا وانا في كل المكان اللي حطيته في الحياه حتى لو صيدليتي في الشارع لا اقدر ابقى متميز جدا وناجح. النصيحه اللي اقولها لكل واحد انت نمي نفسك. انا يعني لو حكيت لكم الطريق اللي انا مشيته في الحياه هتستعجبوا شويه، سكتي غريبه شويه مش اي حد يبقى مجنون في حياته يجرب اللي انا عملته. بس الـ 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 في النهايه النجاح باراده شخصيه. ان انا بقرر ان انا سواء كنت معيد في الجامعه او صيدلي شغال خدمه ليليه عالي، لا هبقى ناجح وهبقى متميز، وهبقى متميز لدرجه ان الناس هتقيمني وتقدرني من غير ما انا اطلب. النجاح اراده شخصيه، ان انا تخليني ابص في كل اللي حواليا على انه فرصه مش على انه عيب. كل حاجه غلط حواليا بتبص لها انها حاجه قيد بيكتفني ويمنعني من الحركه، لا يبص لكل مشكله حواليا انها فرصه ان انا اظهر وانجز واعمل انجاز. النجاح تاني حاجه جوانا احنا نقدر نطلعها لبره ونغير اللي حوالينا مهما كان اللي حوالينا سيء. فممكن تشوف ان الوضع سيء والعمليه عك وكل حاجه عك، بس بالعكس يمكن العك ده يخلي فيه فرصه للناس المجتهده تشتغل اكتر وتظهر عن الناس اللي مكسله. انما لو كل شيء سهل هو كله هيعدي مفيش مشكله. فيعني كل واحد خرج جديد ما تكتفيش بالخط في الكليه، طور نفسك ودور على فرص حواليك ان انا احسن واعمل فرق. اوكي في اسئله ثانيه. دكتور اتخرجت معاه بكالوريوس كلينيكال ولما سافرت مش عارف اشتغل كلينيكال واتخرجت من سنتين وسبت حضرتك البورد ولا اخد ماستر؟ هو البورد احسن في كتجهيز لممارسه كلينيكال على الماجستير. نبقى صراحه مع بعض، الماجستير سواء في مصر او في امريكا ما بيهيئكش للممارسه كصيدلي كلينيكي. وهو دي شويه عشان كده في امريكا ما حدش بياخد ماجستير. الماجستير دي درجه اكاديميه مرتبطه بالبحث العلمي. انا الماجستير بيعلمني ايه؟ ان انا اضيف سطر في تاريخ العلم، ان انا اعرف معلومه جديده او اكتشف معلومه جديده.
ماجستير ما بيعلمش انك تبقى صيدلي شاطر، ما بيعلمكش انك تبقى صيدلي كلينيكي. فهو لو واحد عاوز يطور نفسه يبقى صيدلي كلينيكي، الايه؟ البورد، مذاكره البورد هتبقى هي افضل من الماجستير. الماجستير لو انت في صف جامعه وعاوز تاخد تمشي فيه. اوكي، في حد عاوز يعرف قصتي الغريبه؟ انا خليها مره ثانيه، انا طبيب. وضع الريسيرش في مستشفيات مصر لا، الوضع متاخر جدا يعني. الفرص اللي موجوده اكتر ان في صيادله في الاخص السلام الدولي بحسب ما بيعملوا، في ناس كانت في شغل حلو ان هم بيقوموا يدوروا ويثبتوا ان هم شغلهم له قيمه. فدايما هم بيعملوا دراسات جوه يقيموا اللي عملوه قبل ما يعملوهوش وبعدين يعرضوها. وبرده كان في شغل ظريف اتعمل في معهد القلب، برضه التيم هناك كان غير، عمل بروتوكولات لتغيير نظام جرعات بعض الادويه، وبرده قعدوا يتابعوا العيانين ويوصلوا ان هم احنا في كفاءه علاجيه مع توفير فلوس كبير، مش عارف كان 28000 جنيه في السنه. طيب في سؤال عندي عن ماستر كلينيكال فارماسي باي اللي بتعمله كوين في بلفاست. الماجستير بتاع كوين في بلفاست كويس، طبعا غالي يعني فلوس كتير تقريبا 20000 في السنه في دراسه 3 سنين، بس هو منهجه ممتاز، وهو على عكس ماجستير مصر بيعلمك فارماكولوجي كويس، بيعلمك مبادئ كلينيكال كويس وبيديك فرصه تتدرب هناك كويس. فهو بصراحه الماجستير بتاع بلفاست ده اقرب للفارم دي الامريكيه من الماجستير بخصوص مصر التقليدي، بس هيتعادل عشان تقريبا مش عارف اذا كان في جزء بحث ولا لا، موضوع المعادله في مصر دي مش ضامنها، بس هو كحاجه بتعلمك كلينيكال لا كويس جدا. في سؤال متكرر وانا فوتته معلش، ميد سكيب مش بلاقي بيه كل الدواء، ودي نقطه حقيقيه. ميد سكيب ويب سايت امريكانيه. ففيها الادويه اللي موجوده في امريكا بس. امريكا الاف دي اي نزله شويه وما توافقش على حاجات كتير. احنا في مصر شويه الباب مفتوح زياده عن اللزوم، في ادويه كتيرة في مصر مش موجوده في امريكا. لو ما لقيتش الادويه دي في ميد سكيب، هي غالبا يعني انت لو عندك مصدر، انا بنصح عاده الناس يكون عندها البي ان اف اللي هو البريتش ناشونال فورمولاري او مارتن ديل. بس للاسف دول مش متاحين بسهوله اونلاين، يعني هم غاليين قوي اونلاين، لكن دي الادويه اللي مش هتلاقيها، هتلاقيها غالبا في البي ان اف او البريتش ناشونال فورمولاري. ملاحظه كمان وانت بتدور على ميد سكيب لازم تستعمل اسم علمي، الاسماء التجاريه اللي في مصر غير الاسماء التجاريه في امريكا، فانت قبل ما تدور في ميد سكيب استعمل الاسم العلمي عشان تلاقي ال 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 البيرسونال الدواء الساحه. الفرق بين البورد والفارم دي والمعادله، السؤال ده اتكرر بس هعيده اخر مره. المعادله لو انا عاوز اشتغل في امريكا بذاكر المعادله عشان اقدر اشتغل في امريكا، فايدتها انها تديني فرصه اشتغل في امريكا، ما بتضمنلكش انك تشتغل في امريكا، المعادله خطوه من الخطوات. الفارم دي ده بيكون برنامج سنتين على الاقل او ممكن 3 سنين بره مصر، وبيكون في جزء نظري وجزء تاني عملي في مستشفيات، ده من الحاجات اللي بتهيئك كويس جدا انك تبقى صيدلي كلينيكي. البورد ده عباره عن امتحان بيتاكد انك مذاكر الحاجات الحديثه في اي حاجه لها علاقه بالدواء. فالبورد دي شهاده بتبقى مصدرها امريكا وبتقول انك مذاكر وفاكر ومعلومه طازه في دماغك. الفارم دي البورد مجرد امتحان وخلاص، مفيش فيه تجديد، مفيش فيه حاجه. ورخصه انت لما جددتهاش بتروح عليك. الفارم دي شهاده، فانت خدت الشهاده بقت بتاعتك. والفارم دي فيه عملي، فهو لو واحد طبعا يقدر يدرس فارم دي اظن الفايده من دراسه الفارم دي احسن بكتير. بالنسبه للمقارنه، وده سؤال ثاني للدكتوره ايه، بين الفارم دي والزماله، الاثنين الى حد ما كويسين. انا حسيت يعني انا درست في الزماله في مصر ودرست في الفارم دي بتاع جامعه القاهره، ويمكن الفارم دي كان شويه الكوريكولم اقوى، بس الزماله فرص تدريب اطول لانها طويله، لانها 3 سنين عكس الفارم دي سنتين. فالاثنين الى حد ما مقبولين في مصر. الزماله اللي انا اعرفه بس انها مفتوحه على صيدله بالظبط الصحه بس، فانت لو جات لك فرصه للزماله هتبقى افضل. ميزه الزماله كمان على الفارم دي ان هي الزماله ما بتحتاجش تفرغ، الفارم دي بتحتاج تفرغ تقريبا، لان انت بتبقى مهري محاضرات اول سنه وسنه ثانيه فيها عاوز. لكن الفارم دي والزمالة الاثنين بالنسبه لمصر الاثنين سكتين كويسين انك تهيئ ليها النفس كويس. الفارم دي موجود في مصر 3 جامعات اعرف موجودين، طنطا والقاهره واسكندريه. ايه تاني؟ برضه واحد فكرني ببرنامج كاس مايكروميدكس. مايكروميدكس ده برضه موجود برضه، ده من الاماكن اللي ممكن تدور منها على موقع النت. في سؤال الفارم دي تغني عن ماجستير كلينيكال؟ لا انا مش عارف هي تغني في ايه السؤال،
لكن هل هي كاكلينيكيه الفارم دي احسن من ماجستير كلينيك؟ يعني انا بامانه لو صيدلي هشتغل في مستشفى عصب صيدلي شاطر الفارم دي احسن من ماجستير كلينيك. ماجستير كلينيك مفيد بس لو انت تبقى كادر جامعه، لكن لو انت هتبقى صيدلي في مستشفى هتاخد كورسات الماجستير وهتحس ان هي ضعيفه بالنسبه لكورسات الفارم دي. هل الصيدلي ممكن يشتغل في صيدليه في اي حته؟ صيدليه ومستشفى وفي الابحاث وفي كل حاجه. الناس برضه مصيره تعرف انا عملت ايه؟ ايوه انا معايا دكتوراه في الدراج ديسكفري في الكيمياء الصيدليه، معايا بي اتش دي في الميديسنال كيمستري من يونيفرستي بافالو، دي جامعه تبع ولايه نيويورك، وده كان زمان كان خلصت دكتوراه 2006. الزماله بتعتمد على التقدير، مش عارف الزماله تعتمد على حفاظات الصحه اساسا، بس يعني التقدير هيكون فيه حق. بدايه الخيط في تيم ريسيرش في مستشفى، انت مصر على الريسيرش زي ما تاكل البدايه انك بتدور على فرصه، الريسيرش في مستشفى تشتغل ريسيرش في مستشفى بتدور على فرصه، الناس انت عندك دلوقتي حاجه بتستعمل فانت عاوز تقيم طريقه الاستعمال ازاي، فبتطور ازاي اقيسه، طب ازاي اجمع بيانات العيانين في هذه الحكايه. دكتور انا مش متميز قوي في الناحيه الاكاديميه في الكليه بس انت شغال الابحاث، في امل، هو الامل دايما موجود، بس هو انت ليه حطيت لدماغك ان انا اذا ما اشتغلتش في الابحاث يبقى هي الدنيا تقف؟ ما احنا قلنا الانسان ناجح ينجح في اي حاجه، وكل واحد موهبته ده بيوزن، فمش معنى ان انت ما جاتلكش فرصه انك تشتغل في الابحاث معنى كده ان الدنيا وقفت. انا اشتغلت في الابحاث سبتها ورجعت صيدله تاني. يعني لو في رقابه ما ينفعش اخد زماله؟ لا، السؤال ده يوجه للزملاء اللي في وزاره الصحه، انا ما اعرفش بصراحه، بس هو اللي انا افهمه ان برنامج الزماله ده بتاع وزاره الصحه. ينفع احضر مقررات حضرتك في الام اي يو؟ هو الام اي يو احنا عندنا بالفعل بتبقى محاضرات مجانيه مفتوحه، وانا عاده بعلن عنها على الصفحه بتاعتي في الفيسبوك، فلو في طبعا انا في امريكا فالمحاضرات واقفه، لكن لو نرجع ان شاء الله مصر في شهر 9 لو في محاضرات غالبا هيبقى في حاجه في اخر 9، بس يعني ما عنديش بالظبط مواعيد عن الوقت، لو في حاجه هعلنها وبيبقى العمليه مفتوحه ان شاء الله. وزي ما واحد اسمه على اسمي زميل داخل اسمه دكتور طاهر بن سكيب، ده نهر مع يا ايه له موقع ساعات، مع موقع ساعات تعليم مستمر، وفي تعليم مستمر بس فيه معلومات كتير. ايه في سؤال من طالبه في سنه ثانيه، انا رايحه ثانيه وما اتدربتش خالص، بس الدكاتره بيقولوا لسه بدري ما استعجلش اسمع كلامهم ولا انا مش عارفه حاجه خالص. نقولهم على خبرتي هنا في امريكا بالنسبه لموضوع التدريب، انت كتير قوي هنا مش بقاش تدريب، بقى هنا في الامريكان شويه مختلفين عننا، ان انت ايه بتخلص ثانويه عامه وبعدين بتشتغل. فبتلاقي كتير من اللي عاوزين في دماغهم يخشوا صيدله بياخدوا رخصه مساعد، حتى المساعد فارماسي تكنيشن مساعد الصيدليه هنا بيحتاج رخصه. فياخدوا رخصه مساعد ويجي يشتغل في الصيدليه، هم ما بيبقوش قوي عارفين حاجه عن الدواء خالص، هم لسه ما دخلوش صيدله اصلا. بس انت احتكاكك بالدواء بالعيانين بحاجات زي كده بتخش في الجو بدري. فوانت في الكليه بيبقى كتير له معنى. فالوقوف في الصيدليه مهم حتى لو انت في بدايه دراستك لسه. الفكره المهمه الوقوف في الصيدليه تقف مع صيدلي مش جاهل. ما توقفش مع مساعد اللي ما يعرفش حاجه، ما توقفش مع صيدلي هو بيتعامل المريض على ان هو زبون وخلاص، دور على صيدلي بجد تقف معاه. ايه اللي هتفرق معاك؟ اتدرب او اتدربي بس دوري على صيدلي محترم فاهم ليه؟ تقفوا معايا. فارم دي طنطا انا اسمع عنها كويس، ما عنديش معلومات تفصيليه، ما شفتش ما بصيتش في المنهج بتاعهم، لكن زي ما قلت قبل كده بالنسبه الفارم دي كواحد عاوز يمارس صيدليه كلينيكيه شايف انها افضل من الماجستير. الماجستير مش مفيد بدرجه كفايه عشان تطور نفسك مهنيا. ايه الطريقه اللي تكون كليه صيدله؟ انه يذاكر ويدور على يطور نفسه في كل مجال. يعني انا استودعكم شباب، معلش يا زملاء وأستاذ الطلبه، انتوا يعني استاذنكم ان نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله هرتب المره الجايه وغالبا هتبقى بعد رمضان، يعني رمضان بيقفل اهو، يبقى بعد رمضان باذن الله ونكمل بقيه الكورس ان شاء الله.